أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدئ الموسم الجديد 2018 ل 2019، العام الدراسي. فالنهاردة أول محاضرة وخاصة بطلبة السنة الثانية، ونستأنف هذه المحاضرات اللي حضرتكم عارفين إنها لصالح الأطفال المرضى، خاصة لمستشفى أبو ريش. النهاردة بنبدأ بالخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، وهي المحاضرة الأولى في الكراش كورس بتاع السنترال نيرفوس سيستم سنسي لكتشر 1. والأول أحب أتشارك معاكم حاجة بسيطة، إن إحنا الكورس الأساسي وهو موجود على قناتي اليوتيوب الخاصة بالعبد الله. الكورس الأساسي للسنة الثانية بيتكون من 56 محاضرة. المحاضرة ساعتين فيما هو أقل، يعني كأن الكورس للترمين كله أقل من 112 ساعة. وعلى فكرة أنا في المحاضرة الواحدة بعيد أكثر من مرة المعلومة، يعني حتى أنت بتسمعها كأنك بتسمعها أكثر مرة. الشيء اللي هنحاول نتفاداه قليلا في الكراش كورس عشان نختصر من عدد المحاضرات. ومرة أخرى لما حد بيسألني طب هو يعني إيه الفرق بين الكراش كورس والكورس العادي، قلت أربع حاجات. الكراش كورس أكثر تركيزا، يعني عدد المحاضرات أقل، أكثر سهولة، نمرة اتنين أكثر تجديدا وتجويدا، يبقى تجديدا نمرة تلاتة وتجويدا نمرة أربعة. ده عشان تبقى فاهم ايه الفرق بين الكراش كورس وبين الكورس العادي. وزي ما قلت هتبتدي بانك تسمع المحاضرات الأساسية وبعدين تنتقل للكراش كورس وتسمعها أكثر مرة. بليف مي مش هتحتاج تذاكر وقت يذكر. فنتوكل على الله ونبتدئ أول محاضرة الأولى في السنترال نيرفوس سيستم اللي هو السنسري، وموضوعها السينابسيس. فأول موضوع عندنا هيبقى هو السينابسيس. لكن قبل ما نقول السينابسيس تعال نقول مقدمة مش عاوز تهتم بيها قوي، إنما ما نقدرش نروح بادئين كده على طول. نتكلم على الأورجانيزيشن أوف ذا نيرفوس سيستم. طبعا احنا عارفين إن يوجد عندنا تو ريجيلاتوري سيستمز، النيرفوس سيستم وده رابيد، والاندوكراينال سيستم وده سلو. فنبتدي الاول بالاورجانيزيشن اوف ذا نيرفوس سيستم اللي هو رابيد. اول حاجه هنقسمه هيستولوجيكالي، يوجد نوعان من الخلايا، في نيرونز ودي البيزك يونت بتاعت النيرفوس سيستم. في الهيومن سنترال نيرفوس سيستم في عندنا 10^10^11 نيرونز. ولو علمت حضرتك ان كل نيرون بيدي في المتوسط 2000 سينابسيس، يعني بيتواصل عبر 2000 سينابس يعني مكان اتصال. فيبقى عدد السينابسيس في السنترال نيرفوس سيستم هيبقى 2 في، هنا بقى في 3 اصفار هنحطهم على 11، يبقى 10^14 سينابسيس، يعني حاجة بالتريليانز عشان تبقى فاهم. انا مش عاوز الاعداد دي تعرفها خالص، يعني لاش اي قيمة محدش يسأل فيها، لما تبقى عارف ان النيرونز عددهم بالتريليانز وهم دول البيزك يونتس وستاتيك. يعني لو فقدت نيرف سيل وقلنا مثلها السكيليتال باسل سيل لا تستطيع تعوضها، دول لا يعوضوا. وفي في فقرة المعلومات العامة يا أولاد بقول لكم إن الإنسان بيفقد في المتوسط، دي برضو معلومة ليكم أنتم محدش هيسألكم فيها، كل يوم 10,000 خلية عصبية. يا خبر أبيض، ما تخافش، إحنا قلنا إن أعدادهم، شايف الرقم 10^11، الأعداد بالتريليانز. ومع ذلك طبعا بتقدم العمر لما كل يوم تفقد 10,000 خلية، في النهاية بعدد الخلايا بيتأثر تأثر ملحوظ. فالإنسان إذا ربنا أطال في عمره بيجيله ديمنشيا، أي تدهور عقلي،
بسبب نقص عدد نيرونز انها ستاتيك ولا تعوض. وايفن اذا لم يصيبك اي مرض، فاقول لك معلومه تانية زياده، eventually الواحد لم يصاب باي مرض غير ان هيجيله ديمنشيا اللي هي تدهور عقلي، بيتوقف قلبه، القلب بيقف في النهايه، ليه عدد معين من المرات بيشتغل فيها. فلكل اجل كتاب، سبحان الله. طيب تاني نوع من الخلايا موجود في النيرفس سيستم اسمه الجلايل سيلز، يعني خلايا طلائية او نيوروجليا. دول سبورتنج سيلز عددهم 10 to 50 تايمز عدد النيورونز، وهم 3 تايبس. هنا عايزك تركز بقى لان ده اول سؤال ام اس كيو، الباقي كله ده مالكش دعوه بيه. اول نوع من الخلايا الطلائيه اسمه المايكروجليال سيلز، يعني خلايا طلائيه صغيره، ودي وظيفتها دي بتيجي في الام اس كيو، فاجوسيتيك سيلز. يعني ممكن الكيميكال ترانسميتر الزياده اللي مش عاوزينه بتاكله خلايا كلها. تاني نوع من الخلايا الثلاثة الجلايل سيلز اسمه أوليغودندرايتس، يعني قليلة الأهداب، أوليغو يعني قليل ودندرايتس يعني أهداب، ودي برضو في الام اس كيو وظيفتها بتعمل المايلين شيث. طب نيجي للتالتة، تالت وآخر نوع من الخلايا الطلائية اسمها أستروسايتس، أسترو يعني نجمة وسايت يعني خلية، خلايا نجمية، ودي ليها وظيفتين، الأهم إنها هي المسؤولة عن البلاد بريم بارير، البارير اللي بيفصل البلاد عن البرين، بيحمي البرين من الحاجات الضارة اللي موجودة في البلاد ويمنع الحاجات المفيدة في البرين انها تخرج للبلاد، زائد انها بتمنتين البوتاسيوم كونسنتريشن انسايد ذا برين. يبقى لو حضرتك بتسألني ايه الجزء اللي اعرفه هنا دول بس، ده سؤال ام اس كيو، عشان كده هقولها تاني في عجالة. المايكروجليال سيلز فاجوسيتيك سيلز سموها حتى سكافنجرز، يعني كالناس زبال بتشيل زبالة سي ان اس، المايكروجليال سيلز اللي هي فاجوسيتيك سيلز. تاني خلية اللي هي الأوليغودندرايتس تعمل المايلين شيث. تالت خلية اللي هي الأستروسايتس بتدي البلاد برين بارير، دي الأهم وبتمنتين البوتاسيوم. طيب انتقل النقطة التانية، Anatomical and Functional Classification of Central Nervous System. احنا هنقسم النيرفس سيستم عموما الى Central Nervous System و Peripheral Nervous System. Central Nervous System ممكن نقسمه الى مستويات ثلاث. انا عايز اقول في الاول ان المستويات الثلاثة دول مش كل، يعني مش كل واحد فيهم بيشتغل في واد، لا ده هما complementary، متعاونين، متكاملين، بيكمبليت ايتش اذر. انما ابسطهم هو السباينال كورد ليفل، ده وظيفته ايه؟ ده اللي مسؤول عن الاوتونوميك اكتيفيتيز نمره واحد، ويذرول ريفلكسز، يعني لو انا اديت لك بينفول ستيمولس تو وان ليم، الواحد بيعمل ايه؟ فليكشن اند ويذرول اوف ذيس ليم، لو شكيتك في دراعك بتسحب دراعك، شكيتك في رجلك بتسحب رجلك، دي سباينال ريفلكس، السنتر بتاعه في السباينال كورد. تخيل الووكينج موفمنتس، المشي، احنا بنركز واحنا ماشيين، ده بيدار بالكامل في السباينال كورد. وايفن السبورتنج رياكشن لما بتقف بيحصل ستيفنس في اللور ليمز عشان تثبت وتلوك الجوينتس فتبقى واقف ثابت، كل ده في السباينال كورد. واقول لك معلومات الطريفه، لو شلت البريم بتاع فرخه، يعني اللي باقي بيها هو السباينال كورد، الفرخه ممكن تجري بدون هيدا النك خالص. الووكينج والسبورتنج رياكشن دول في السباينال كورد. البلادر والريكتال ايفاكيويشن، ان لما تمتلئ المثانه البوليه البيبي بتكلم على البيبي هنا، بيفضيها لوحده من غير ما يفكر، يمتلئ المستقيم يفضيه، ده كله سباينال ريفلكسز. طيب انتقل لليفل اعلى شويه اللي هو اللور برين، اللي هو مين بقى؟ السبكورتيكال ليفل، كل حاجه ما عدا السيريبرال كورتكس، لان السيريبرال كورتكس دي ارقى حاجه، دي الهاير برين ليفل، دي خاص الله بها الثدييات دون سائر الكائنات. اللور برين ليفل ده بيعمل ايه؟ مسؤول عن السبكونشس اكتيفيتيز، الحاجات اللي بتحصل وما بنفكرش فيها، زي حضرتك مثلا بتتنفس وانت لا تفكر، فهو هيجي نمره 2، الكنترول بتاع الكارديوفاسكولار سيستم والريسبيراتوري سيستم والكنترول بتاع الجاسترو انسان تراك، كل ده السنترز بتاعتها موجوده في البرين ستام،
خدناها. المظله كان فيها الكاردوفاسكولار سنتر وفيها هي والبونز ريسبيراتوري سنتر والجي اي تي الكنترول بتاع الجهاز الهضمي كله في اللور برين ليفل، هو كل حاجه معانا الكورتكس اللي هو البرين ستيم والثالاموس والهايبوثالاموس والليمبيك كور والليمبيك سيستم والكلام ده كله، ده يسموه لور برين ليفل. اي حاجه معانا الكورتكس مسؤوله عن البوشر اند ايكوليبريم، ان كل حاجه بتعملها بتاخد وضع معين ليها وبتحافظ على اتزانك وانت بتجري وانت بتنط، كل ده في اللور برين ليفل. الايموشنال رياكشنز الانفعالات انك انت اللي بتبدو فيك دي برضه في اللور برين ليفل. وحاله الاستيقاظ الويكفولنس مسؤول عنها الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم في اللور برين ليفل. نيجي الاعلى ما نمتلك بقى هو الهاير برين او كورتيكال ليفل. انت لاحظ انا ماشي بسرعه ليه؟ لان ده مش مهم يا اولاد، بس احنا بنقول عشان نكمل الصورة، لان هندرس كل ده تفصيليا في كل واحدة في محاضرة. ان الكورتكس مسؤول عن الفاين موتور اكشنز والفاين سنسيشنز، يعني الاحساسات الدقيقة، انك تعرف مكان الاحساس بالظبط وشدة الاحساس بالظبط، ده في السيربا كورتكس. الفاين موفمنتس انك انت تكتب وتعمل حركات دقيقة، تلعب على الكيبورد بتاع الكمبيوتر بتاعك، تلعب على آلة موسيقية، حاجات فاين موفمنتس، كل ده في السيربال كورتكس. وأعلى حاجة بقى الثينكينج، أن تفكر، ميموري تتذكر، ليرنينج تتعلم، تتكلم، السبيتش، كل ده موجود في الكورتكس اللي هو الهاير برين ليفل. لدرجة حتى في بعض الكتب يقولوا على الكورتكس ان دي الميموري هاوس اوف ذا برين، كل الذاكره كل خبرات الحياه تختزنها في السيربال كورتكس الذيمه للتفكير الثينكينج والتعلم والكلام، كل ده في الكورتكس اللي قلنا خاص الله بها الثدييات دون سائر الكائنات. مفيش اسئله اهي، هتسمعها بس كده بتتسال. نيجي البريفرال نيرفس سيستم، بينقسم الى قسمين. بريفرال اللي هي الاعصاب، الأعصاب فيها نوعين من الفايبرز، أفرنس حسية سنسوري وإفرنس موتور. كنا خدنا أن الموتور دول نوعان، يا سوماتيك فايبرز سوماتيك إفرنس يا إما أوتونوميك إفرنس. حتى أقولها لك في عجالة كنا قلناها في سنة أولى، فاكر السوماتيك كان رقم السعد بتاعه هو واحد، فكنا بنقول وان إفرن نيرون سيستم، يعني لحد ما توصل السكيتال ماسل هو وان إفرن وان نيرون وان تايب، احسن نوع ايه الفا فايبرز، يطلع وان كيميكال ترانسميتر استايكولين ويشغل حاجه واحده اللي هي السكيتال ماسل، يبقى رقم السعدي في السوماتيك هو رقم واحد. بدل ما اللي فاكر في سنه اولى كنا قلنا الاوتونوميك رقم السعدي بتاعه 2، تو ايفرن نيرون سيستم كون من تو ايفرنز، بري جانجليونيك جروب بي وبوست جانجليونيك نيرون جروب سي، يبقى اذا هو تو ايفرن two types sympathetic وparasympathetic. وبعدين يطلع two chemical transmitters، فاكرهم acetylcholine ومنغلاتش ونور أدرينالين، عمره ما طلع أدرينالين، ويغذي حاجتين يا glands يا muscles، كل ينقسم إلى اثنين، glands يا exocrinal يا endocrinal والmuscles يا إما cardiac muscle يا smooth muscle. ثالث نقطة في المقدمة، إنه ممكن نقسم النيرفس سيستم بطريقة تانية إلى سنسوري ديفيجن وموتور ديفيجن. دي فيها سؤال ام اس كيو، لاحظ معايا بقى. السباينال كورد والسريبرال كورتكس والريتيكولار فورميشن والبرين ستيم دول بيشتغلوا سنسوري وموتور. يعني السباينال كورد فيه خلايا حسية وخلايا حركية، وكذا السريبرال كورتكس في سنسوري كورتكس في موتور كورتكس وكذا ريتيكولار فورميشن برين ستيم. بينما فين السؤال بقى؟ مين الحته اللي هي اكسكلوسيفلي موتور حركيه فقط؟ البيزال جانجليا، دي اكسكلوسيفلي موتور، ودي سؤال ام اس كيو. يعني لما نيجي لمحاضره البيزال جانجليا الفانكشنز كلها موتور، لو كتبت فانكشن سنسوري ضمنها هتاخد صفر. طيب انا بقولها بطريقه جميله عشان تفتكرها، بقول اللور انيمالز اللي هم الطيور والاسماك ما عندهاش كورتكس،
طب دي بتتحرك ازاي؟ بقول جملة لا تنسى: الطيور تطير والأسماك تعوم بالبيزل جانجليا. يعني البيزل جانجليا دي حركية في المطلق، ملهاش علاقة غير بالحركة. طب واحد يقول لي طب عندنا بتعمل ايه؟ اقول لك بتعمل ايه؟ بتعمل الجروس موفمنتس، الحركات الغير دقيقة. الفاين موفمنتس لسه قايلينها اهي، وعشان اقول لك عليها بالليزر، موجودة في الكورتكس. لكن الحركات الغير دقيقة موجودة في البيزا جانجليا. واحد يقول لي اديني مثال. يعني حضرتك بتكتب، تثبيت دراعك في هذا الوضع ده جروس موفمنتس، ده بيزا جانجليا. انما حركة الصوابع اللي بتكتب ده بالموتور كورتكس. طيب الثلاثس للأوائل دي مش هقول اكسكلوسيف، مش في المطلق سنسوري، او معظمها سنسوري. لولا ان فيها تو نيوكلياي موتور كنت قلت ان الثلاثس دي اساسا حسيه. لكن هقولها بطريقه لطيفه: الطيور والاسماك تحس بالثلاثس، وتطير الطيور وتعوم الاسماك بالبيزل جانجليا. اوعى تنسى ده. واحد يقول لي طيب انت بقالك بتتكلم حوالي 7-8 دقايق، قول لنا الصفحه دي انت عاوز منها ايه؟ اقول لك عاوز منها يوجد سؤالان فقط. السؤال الاول اللي هو الجلايل سيلز وظائفها ايه؟ هقولها في عجاله تاني. المايكروبيال سيلز، الخلايا الطلائيه الصغيره دي سكافنجرز، فاجوسيتك سيلز. الاوليجودندرايتس، الخلايا قليله الاهداب دي اللي بتعمل المايلين شيث. الاستروسايتس، الخلايا النجميه دي هي البلاد برين بارير، وبتمنتين بوتاسيوم ليفل في البرين. وكل دول مش نيرونز، دول جلايل سيلز، خلايا طلائيه سبورتنج سيلز، عددهم 10 تو 50 تايمز عدد نيرونز. طب يقول لي فين السؤال الثاني اللي انت عاوزه مننا؟ عاوزك تعرف ان كل حته في السنترال نيرف سيستم بتشتغل كسنسوري وموتور ما عدا حتتين: البيزل جانجليا اكسكلوسيفلي موتور، والثالامس اولموست سنسوري. واقول لك جمله اللي مش هتنساها: الطيور والاسماك ما عندهاش كورتكس، الطيور تطير والاسماك تعوم بالبيزل جانجليا. طب وبتحس بالثالامس. طب احنا عندنا بيعملوا ايه؟ الكورتكس بيعمل الفاين موفمنتس، والبيزل جانجليا الجروس موفمنتس. الكورتكس مسؤول عن الفاين سنسيشن، الاحساسات الدقيقه، يعرف مكان الاحساس بالظبط وشدته بالظبط. بينما الثالامس مسؤول عن الاحساسات الكروت سنسيشنز، الغير دقيقه. كانت دي اللوحه الاولى، مقدمه للنيرفس سيستم. ننتقل للمحاضره النهارده، موضوعها يا اولاد السينابسز. ده بداية المحاضرة اللي هي السينابس. وقلنا في اللاتين كلمة سين معناها جوين، يعني اتصال، مكان اتصال. وما عشقت مثل عشقي للنظام. في حاجة اسمها المنتال سيت يا أولاد، التهيؤ الذهني. أنا هتكلم على السينابسز في 8 نقاط. الأربعة الأولانيين واللي بتضمهم اللوحة الأولانية هما الأقل أهمية. الأربعة التانيين اللي هتاخدهم بقية لوحات هما الأكثر أهمية. وفهمتكم إيه أهمية التهيؤ الذهني؟ إنك أنت تبقى فاهم عدد إحنا فين، محاضرة خلصنا منها إيه، فاضل كام نقطة. لقوا إن ده أهم في التذكر، هشرحه لكم بالديتيلز بإذن الله في السايكولوجي. أنا في الكراش كورس بمشي أسرع قليلا على أساس إن حضرتك تقدر تعيد الحتة اللي زفتت منك لو كنت سرحت في أثنائها. اسرع قليلا، مش كتير، قليلا. نمرة 2 مش هنعيد، انت حضرتك تعيد الفيديو. انه عاوز الم السنترال نيرفس سيستم سنسوري وموتور مش في 15 محاضره زي الكورس الاساسي، عاوز المها في عدد اقل. تدي بالسينابسس. تعريف السينابس: السينابس مكان اتصال، سايت اوف جانكشن، ما بين تو نيرونز. اللي قبل النيرون هنسميها بري سينابتك، اللي قبل السينابس هنسميها بري سينابتك نيرون، واللي بعد السينابس هنسميها البوست سينابتك نيرون. في نقطة مهمة هنا يا أولاد، إن تملي البري سينابتك نيرون بيساهم بالأكسون.
اللي ممكن يجي في التقاء مع الدندرايت نمرة واحد، أو السومة نمرة اتنين، أو الأكسو نمرة تلاتة بتاع البوست سيناكتيك. إذا للطالب الممتاز لما يقولوا له إيه الديفينيشن أوف ذا سينابس، هيقول هو السايت أوف جانكشن بتوين تو نيرونز، بس يحدد الاكسون تيرمينال. الاكسون تيرمينال دائما ابدا اوف ذا بري سينابتيك، اما في البوست سينابتيك مكان الاتصال دندرايت سوما اور انيشال بارت اوف اكسون اوف ذا بوست سينابتيك، يبقى هو مكان التقاء ما بين تو نيرونز. البري سينابتيك اللي تملي بيساهم بالاكسون تيرمينال، والبوست سينابتيك اللي ممكن يساهم بحاجه من ثلاثه، يا الدندرايت يا السوما جسم الخليه يا اما الانيشال بارت اوف اكس. دي كانت النقطه الاولى من نقاط الثمانيه. نيجي الترانسميشن، ازاي بتنتقل الاشاره العصبيه داخل السنتر نيرف سيستم. عندي انواع الترانسميشن كالاتي يا اولاد، في الكتريك ترانسميشن، ده كلام بتاع الاوائل، وفي كيميكال ترانسميشن، ووجدوا اكستريملي رير النهارده في سينابسس فيها الاثنين، ده كلام للاوائل بس والزملاء الاصغر سنا، اسمه كونجوينت سينابس. يعني لما اقول لك التايبس اوف ترانسميشن في الجسم ازاي، اقولها بقى بطريقتي، كيميكال ثم كيميكال ثم كيميكال، ده الاهم، ده المور كومون، اللي هو بيستخدم كيميكال ترانسميتر ده المور كومون. Rarely في electric، extremely rare فيها الاثنين اللي هي conjoined. طيب تعال ناخد ايه الفرق بين الكيميكال والالكتريك. الكيميكال نبتدي بالالكتريك، هو الجاب جانكشن، خدناها في الكاردياك ماسل، خدناها في السموث ماسل اللي هو بيبقى فيه كونكسون بروتين سداسي هكساجونال بينتقل من خلاله الاكشن بوتنشال من 1 كاردياك سيل الى الكاردياك سيل التي تليها. يبقى الالكتريك هو ده الجاب جانكشن، موجود بس نادرا رير في النيرونز. طيب بينما النوع الاشهر اللي هو الكيميكال ترانسميشن اللي هو بيستخدم كيميكال ترانسميتر فنسميه كيميكال، ايه الفرق بينهم؟ هقول الفروق اللي عارفها معظم الناس، واقول الفرق الاساسي بتاع الاوائل واللي بقوله للزملاء الاصغر سنا، وبقولها بس ما تفهمنيش غلط، حاول تفهم مع العبد الله السنترال نيرفس سيستم، يعني حاول تفهموا معايا لان الموضوع عاوز فهم عميق يا اولاد. فالالكتريك قلنا رير، الكيميكال ترانسميشن ده كومون، ادي اول فرق. طبعا انتقال الكهرباء عبر الالكتريك الجاب جانكشن بتاخد وقت قليل، بتبقى فاست، انما هنا بتاخد لونج تايم، لونج ليتنسي. ليه؟ لانك الكيميكال الكهرباء في البري هتتحول لماده كيميائيه، وبعدين الماده الكيميائيه تدي كهرباء في البوست، يبقى لونج ليتنسي، ده تاني فرق. في الجاب جانكشن اللي هو الالكتريك بتبقى غير انها فاست بوث دايركشنز، يعني ممكن تمشي باي دايركشنال، انما في الكيميكال لازم من البري للبوست، يبقى يوني دايركشن. دي ثالث فرق. رابع فرق هو في مفهوم العبد الله هو الاهم، وبقوله مش بس ليكوا الاوائل، للزملاء الاصغر سنا، هو ليه ربنا خلى معظم الترانسميشن في النيورونز كيميكال ترانسميشن؟ هقولك، لان في الجاب جانكشن، افتح ودانك، بيبقى you cannot modify الكهرباء، يعني الاكشن بوتنشال هينتقل من الخليه دي للخليه اللي بعدها بنفس القوه، تقدرش لا تقويه ولا تضعيف ولا تعمل فيه اي حاجه. هياخد وقت قليل، شورت بوث دايركشنز، حلوه بس ما تقدرش تلعب فيه خالص. بينما الكيميكال ترانسميشن you can modify، ودي حاجه من رائع الخلق والخالق، you can modify signal، ممكن تفاسيليتيت السيجنال، تقوي السيجنال، توقف السيجنال اللي انت نفسك فيه تعمله، وهو يناسب السنترال نيرفس سيستم. بينما مثلا الجاب جانكشن هوريك
يعني الطف للهارت وللسموث ماسل هما اللي فيهم جاب جانكشن. ليه؟ لان انت عاوز اديك الامثله، عاوز ان الكهرباء تنتقل من وان كاردياك ماسل سيل الى الثانيه الى الثالثه بسرعه جدا، طب الجاب جانكشن سريع. مش عاوز تلعب في قوه الكهرباء بينتقل بنفس القوه عشان كل الخلايا تنقبض في ان واحد لانها بسرعه وبقوه واحده، وده مطلوب بوث دايركشنز. حتى واحد يقول لي بوث دايركشن دي ليها فايده، اشتغلت من الاس انود الكهرباء هتنزل ناحيه الاتريا، انما افرض باظ الاس انود اشتغلت من الاي نود الكهرباء تسري في الاترا ماسل فايبر في الاتجاه العكسي من الاي نود الى الاس انود. يبقى شوف الروعه، وراء الخلق خالق. يبقى لكل ما يعني شيء شيء، فربنا عمل الكتريك اللي هو رير في النيرونز في مكانه الصح زي ما شفناه في الكاردك ماسل سموث ماسل. هو رير ولكنه في مزايا تماثل وتناسب الكاردك ماسل سموث ماسل، انه فاست بتنتقل بنفس القوه ما تقدرش موديفاي، وبعدين بوث دايركشنز، بينما الكيميكال اللي هو المور كومن بياخد وقت وان دايركشن يوني دايركشن، وفي نفس الوقت قلنا كومن هو ده الكومن كنترولابل يو كان موديفاي، ممكن تو موديفاي ترانسميشن. ادي اول حاجه انا متاكد ان عدد كثير من الزملاء الاصغر سنا، خلينا نقولها بتعذب، مش عارفين هو ليه ربنا عمل كيميكال والكتريكال. اظن دلوقتي حضراتكم عرفتوها، الالكتريكال يو كان نوت موديفاي، ما تقدرش تلعب فيه، مطلوب في الهارت والسموث ماسل مش عاوز العب في حاجه، انما في النيرفوس سيستم لا، لازم اقدر اتحكم في السيجنال. ادي ميزه الكيميكال، وقلت ما لا يعلمه الزملاء الاصغر سنا والاوائل دلوقتي يعرفوه، ان في اكستريم ديليل في الجسم في كونجوينت، يعني في سينابس بوث الكتريكال وكيميكال. يبقى الاوائل يقولوا ان نوع الترانسميشن كيميكال ثم كيميكال ثم كيميكال ثم الكتريك ثم كونجوينت. نيجي النقطه الثالثه، تايبس اوف سينابس. احنا قلنا يا اولاد ان تملي البري سينابتك نيرون بيساهم بالاكسون تيرمينالز مع، عد معايا، الدندرايت بتاع البوست سينابتك او السوما نمره 2 او الانيشال بارت اوف اكسون نمره 3، وعليه يبقى عندي كم نوع من السينابس؟ 3. there are three types of synapse: axodendritic، axon مع دندرايت، axosomatic، axon مع سوما، or axoaxonic، axon مع الانيشال بارت اوف اكسون. طيب هنا بقى في اسئله ام اس كيو مهمه جدا، مين اكتر نوع؟ طالب قال لي اكتر حاجه في الخليه انا شايفها هي الدندرايتس، يبقى انا اتوقع ان الاكزودندريتك ده هو اكثر انواع السينابسز عددا لطالب بيفكر. فعلا اجابه صحيح، في السباينال كورد 80% من السينابسز اكزودندريتك، وفي الكورتكس اللي هو الاكثر تعقيدا 98% في الكورتكس سواء بتاع السريبرال او السريبيلم المخ او المخيخ من الاكزودندريتك، يبقى هي الاكثر عددا. ولكن في عيب انا اعرفه دلوقتي حالا، انها the least excitable. ليه بقى؟ تعالى فاهمها لك. اكثر السينابسز المور اكسايتابل موست اكسايتابل سينابس هو الاكزو اكزونيك. ليه؟ لان الاكزو اكزونيك ده بينتهي عند الانيشال بارت اوف اكسون، في حته كده بارزه اسمها اكسون هيلوك، هيلوك يعني بروز، جنبيها في الحته اللي حوالين الاكسون هيلوك، كانوا زمان فاكرين في الاكسون هيلوك نفسه، دلوقتي اكتشفنا اللي حواليها دي اكتر حته اثاره في النيورونز، عندها اللوست ثريشولد اوف النيورون. طب ليه؟ فسرها لي. لان الوصول للفايرنج ليفل والديبولاريزيشن اسهل. ليه؟ الديبولاريزيشن مرتبط بدخول الصوديوم، الحته دي فيها مور فولتج جيتد صوديوم شانلز اكتر من اي حته تاني في النيورون. عاوز تعرف بالظبط على كم مره؟ الرقم اللي كرمه الخالق 7 تايمز عدد الفولتج جيتد صوديوم شانلز حوالين الاكسون هيلوك، 7 مرات قد الريست اوف ذا نيورون، وعليه عنده اللوست ثريشولد وبالتالي هو الموست اكسايتد. ده سؤال مش مهم جدا، وعليه دلوقتي فهمت طب ليه الاكزودندريتك هي الليست اكسايتد، انها ابعد واحده عن الحته الاكثر اثاره،
يعني الكهرباء لازم تسري كل ده عشان توصل للحته اللي فيها اثاره. يبقى فين السؤال هنا بقى الام اس كيو؟ ان الاكزودندريتك لطالب ذكي هو الموست كومن، لان الدندرايتس هي اكتر حاجه في النيورونز، ولكن لبعد عن الاكسون هيلوك فهو ليست اكسايتابل. بينما مين اكتر نوع اكسايتابل؟ هو الاكزو اكزونيك. ليه؟ لانه بينتهي عند الانيشال بارت اوف ذا اكسون حوالين الاكسون هيلوك. الحته الادجيسنت الاكسون هيلوك هي دي الموست اكسايتابل بارت اوف ذا نيورون، عندها اللويست ثريشولد، عندها الفولتج جيتد سوديوم شانل 7 تايمز بقى اي حته تاني. لدرجه ان احنا بنقول غالبا الاكشن بوتنشال بيطلع منين؟ سايتو جنريشن او اكشن بوتنشال. لو قلت من الاكسون هيلوك مقبوله صح، انما الاصح اهي يا اولاد الكلام الاجدد. ما احنا قلنا المحاضرات دي اكثر تجويدا وتجديدا adjacent to axon hillock، مش عند الاكسون هيلوك الحته البارزه، adjacent لي. وبعد كده على فكره الاكشن بوتنشال هيمشي along the axon، ده الاتجاه الطبيعي، لكن هيمشي ريتروجريد على السوما والدندرايتس، يعني بالعكس. طب واحد يقول لي هو ليه ربنا ماشي الاكشن بوتنشال الاتجاه الطبيعي؟ فاهمين هينقل السيجنال، طب ليه بيمشي في عكس الاتجاه؟ حتى دي عاوز افهمها لك. قلت لك لو ما فهمتش سي ان اس مع العبد الله عمرك ما انت فاهمه. عشان توايب الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا نيورون، وايب في اللغه دي لغه عاميه هنا يعني تمسح، وايب اللي هو المساحه بتاعت العربيه، تمسح اي كهرباء عن النيورون عشان تخليه مستعد لتلقي سيجنال جديد. يبقى سبحان الله وراء الخلق خالق. الطبيعي ان الاكشن بوتنشال اللي ابتدى من الادجيسنت بارت اوف ذا اكسون هيلوك يمشي الونج ذا اكسون، ده اتجاه طبيعي حلو، هو ده اللي انا عاوزه، عاوز انقل السيجنال بقى للنيورون اللي بعدها. طب ليه بيرجع الاكشن بوتنشال ريتروجريد برضه؟ عشان خاطر يمسح اي الكتريكال اكتيفيتي في الخليه العصبيه عشان تبقى مستعده لتلقي كهرباء اخرى. طيب يبقى عملنا ثلاث نقاط من الثمانيه في السينابس السيولات، الديفينيشن، الترانسميشن، ثلاث انواع الكتريك وكيميكال وكونجوينت، وانواع السينابسس ثلاثه، اكزو دندريتك، اكزو اكزونيك، اند اكزو سوماتيك. الموست اكسايتابل اكزو اكزونيك اكثرهم عددا، والليست اكسايتابل هو الاكزو دندريتك. نيجي طيب الفانكشنز اوف سينابسس. قلنا الفانكشن اوف سينابسس از نوت سمبل ترانسميشن. سمبل ترانسميشن ده في الالكتريك، انتوا فاهمين ليه؟ مفيش اي موديفيكيشن، الامبلس بيتنقل بنفس القوه، هو المطلوب في الكاردك ماسل سموث ماسل وبوث دايركشنز وفاست رير. انما في الكيميكال ترانسميشن اتس ا كومبلكس ترانسميشن، ده يوني دايركشن اتجاه واحد، لونج يعني لونج ليتنسي، بياخد وقت عشان يتنقل، وبعدين موديفايبل، هو ده الاهم، عشان كده ده هو الموست كومن. اهو بص اهي في جملة وظائف السينابس في جملة واحدة، إن السينابسز allow grading and adjustment، نقدر نلعب في قوة السيجنال ونقدر نأجست السيجنال. يمكن نقولها بتفصيل أكثر شوية، سبع وظائف مش عاوزك تحفظه، ده للمعلومات العامة. ممكن الترانسميشن أعمل فيه ثلاث حاجات، اعمله فاسيليتيشن تسهيل، او اقويه امبليفيكيشن، او ابطله خالص بلوكينج. يبقى ثلاثه بلعب في السيجنال، يا فاسيليتيتد يا امبليفاي اقوي يا بلوك، انا بقولها لك برضه طلعت حفظ. وثلاثه بلعب في الانفورميشن، ما هو السيجنال دي عباره عن معلومات. ديستريبيوشن اوزع المعلومات الانفورميشن، انتجريشن فهم المعلومات اوف انفورميشن، او ستورج اوف انفورميشن في صوره ميموري. يبقى ثلاثة ألعب في السيجنال وثلاثة ألعب في المعلومة، يبقى دي ستة. أو ممكن، ودي بقى اللي هنشرحها في آخر المحاضرة دي، أعمل إيه؟ تبقى change the signal تماما on repeated stimulation، حاجة هناخدها اسمها synaptic plasticity، يعني فهمها واحد موضوعي مهمة جدا. يبقى خلصنا مفروض أربع نقط من الثمانية في السينابس يا أولاد، بس اللي هم الأربعة السهلين، الديفينيشن والترانسميشن والتايبس اوف سينابسس ووظيفه السينابسس. انتوا بقى اللي فاهمينها صح، انها ما هي سمبل ترانسميشن، هي كومبلكس ترانسميشن. وي موديفاي السيجنال، وي موديفاي الانفورميشن،
في كلمه grading and adjustment. وميديفاي سيجنال نقوي امبليفيكيشن نبلوك ات نفاسيليتيت والانفورميشن نوزعها نفهمها نخزنها زائد قلنا changing of repeated stimulation. فقل بقى الاربعه الاكثر اهميه يا اولاد. كل واحده من اللي جايين دول باذن الله سؤال تحريري وهساعدك فيهم واحد واحد. اربع اسئله تحريري هنا يا اولاد. اقلهم اللي هو الفانكشنال اناتومي. ليه؟ لانه اناتومي هو فانكشنال فيسيولوجي بس اناتومي. لو جالك ساعات بيجي السؤال على فكره ما يجيش لوحده، بيجي سينابتيك ترانسميشن اند فانكشنال اناتومي، يعني لازم يجي جزء من سؤال في النظري. انا عارف الناس اللي بيسمعوني هنا في كندا وفي اليونايتد ستيتس اوف امريكا ما عندهمش غير ام اس كيو، هجيلكم نفس المعلومات بس ام اس كيو. انا متصور لازم اكتب ثلاث معلومات، بان السينابس هي عباره عن اهو بري سينابتيك نيرون وبوست سينابتيك نيرون وما بينهم في كليفت. نهايه البري سينابتيك اكسون ترمينال بيسموها الاتي، اسماء كتير قوي بقولها لك كله عشان الام اس كيو، يسموها سينابتيك نوبس. نوب يعني انتفاخ، حاجه منفوخه كده زي الكره، دي معنى كلمه نوب. او بوتونز، بوتونز يعني حبات شكلها زي الحبه، عارف الحبوب، او يسموها تيرمينال بوتومز. كل ده بنفس المعنى في الام اس كيو، سينابتيك نوبس سينابتيك بوتومز تيرمينال نوبس او بوتومز، هي هي ال. وبعدين في كليفت نمره 2 وفي البوست سينابتيك نيرون نمره 3. الحته بقى اللي بتتعامل مع السينابس بيحصل فيها ثيكنينج، هنا بتبقى تخينه، شوف انا لسه بقول لك تخينه اهو، رسومات حصاد السنين، نسميها بوست سينابتيك دنسيتي، دنس حاجه مكثفه. واقولها لك في الاخر بطريقه تحفظ جميله خالص. البري سينابتيك نيرون اللي هو السينابتيك نوبس او بوتومز فيها ثلاث حاجات، عد معايا. يبقى البري فيها ثلاثه، فيها ميتوكوندريا. ليه؟ ايه وظيفه الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا دي بتاعت الاي تي بي، بتدي طاقه. الطاقه دي ده سؤال شافه بقى، محتاجينه في ثلاث حاجات، الطاقه دي محتاجينها في ثلاث حاجات. واحد الفورميشن اوف ذا كيميكال ترانسميتر، تكوين الكيميكال ترانسميتر. اثنين الريليس اوف كيميكال ترانسميتر لانه بيطلع بالاكسيتوزيس اللي هو اكتف بروسيس. ثلاثه ممكن بعد ما نشغل الترانسميتر نعمل له ريسايكلينج، ناخده ثاني. بناخده ازاي؟ بالاكتف اكتف ري ابتيك. يبقى اما يسالك ليه في ميتوكوندريا في البري سينابتيك نوبز او بوتونز، هتقول له لثلاث اسباب: فورميشن ريليس اكتف ري ابتيك اوف كيميكال ترانسميترز. طيب تاني حاجه موجوده في السينابتيك نوبز، 3 تايبس اوف فيسيكلز، ثلاث انواع من الفيسيكلز: سمول كلير فيسيكل، سمول دنس او جرانيولار فيسيكلز، ولارج دنس او جرانيولار فيسيكلز. يبقى واحده كلير اللي هي سمول كلير، واثنين جرانيولار او دنس، سمول جرانيولار ولارج جرانيولار. دي تاني حاجه. ثالث حاجه ان في نوعين من البروتين، بروتين ماسك في الفيسيكل اسمه في سنير، سنير يعني مصيده، وفي عشان ماسك في الفيسيكل، في للفيسيكل، وتي تي يعني تارجت سنير، تارجت لان احنا الفيسيكل لازم يروح للاكتيف زون هنا، لما التي والفي سنير يتحدوا مع بعض يفرقع الفيسيكل. يبقى البري او السينابتيك نوبس فيها ثلاث حاجات: ميتوكوندريا بثلاثه وظائف، فيسيكلز ثلاث انواع، ونوعان من السنيرز اللي هو بروتين يعني مصيده، في فيسيكل موجود في الفيسيكل، وتي في التارجت لما يوصل له هيفرقع الفيسيكل. طب نيجي لل بوست سينابتيك نيرون، ايه اللي يهمنا فيه؟ يهمنا فيه البوست سينابتيك دنسيتي. طيب في حاجتين، ده في ريسبتورز، الريسبتورز دي نوعان، يا ايونوتروبيك يا اما ميتابوتروبيك. وبرضه لو ما فهمتهاش معايا هيبقى الموضوع صعب، عشان ساعات ببص عليها في بعض المصادر عندنا بلاقي الكلام مش واضح. ليه ربنا عمل
نوعين من الريسبتورز. الايونوتروبيك ده ريسبتور لينكد للشانل، يعني البروتين، البروتين اهو بيشتغل كريسبتور يمسك الكيميكال ترانسميتر اللي بنسميها لايجاند، وفي نفس الوقت في تشانل فيسموه ريسبتور لينكد متصل بالتشانل، او بالانجلش يقولوها بالعكس تشانل لينكد ريسبتورز. خلاص، فبالتالي اول ما يمسك الليجاند في الريسبتور تفتح التشانل يبقى الترانسميشن رابيد. يبقى لما نعوز رابيد ترانسميشن هنستخدم الايونوتروبيك ريسبتور. ليه؟ لان التشانل اللي هيعدي منها الاين وتعمل الترانسميشن هي الريسبتور 1 بروتين، فيسموها تشانل لينكد ريسبتور. تاني نوع ريسبتور اسمه ميتابوتروبيك ريسبتور، وده كما يوحي الاسم عمليه فيها ميتابوليزم سلو ترانسميشن. وهقول لك بالظبط اللي سمع المحاضره الاولانيه في الاندوكراين في الكراش كورس. هنا بقى الريسبتور اهو ملوش علاقه بالشانل، ده حاجه، ده دول ديفرنت بروتينز اهو. الريسبتور ماسك في جي بروتين، عد معايا. فلما الكيميكال ترانسميتر اللي هنسميه اللايجند يمسك في الريسبتور هياكتيفيت نمره 2 الجي بروتين، فيتكون نمره 3 سكند ماسنجر ينشط بروتين كاينيز انزيم نمره 4. من اسمه كاينيز يعني بيحرك فوسفيت جروب، يعمل فوسفوريليشن للشانل، يا يفتحها يا يقفلها. ياه، يعني مش اول ما مسك الليجند في الريسبتور فتحت الشانل. ده الريسبتور حاجه والشانل حاجه تانية. ده حصل اربع خطوات. لما مسك الكيميكال ترانسميتر في الريسبتور اتنشط جي بروتين، عد معايا نمره 1، اتكون سكند ماسنجر نمره 2، نشط البروتين كاينيز انزيم نمره 3، عمل فوسفوريليشن للشانل اللي مختلفه هنا فدخل ال اين. يبقى عشان كده هي سلو. ويسموها بقى ايه بقى هذا النوع من الريسبتور؟ الاسم الثاني يسموه ريسبتور لينكد لجي بروتين. هتفهموه اكتر لما نراجع الاسبوع القادم باذن الله المحاضره الاولى في الاندوكراين. بستغرب ان الناس تقعد تكلم الطلبه ان يوجد نوعان من الريسبتورز. طب ليه؟ كل حاجه فاهمها لك هنا ليه؟ ما فيش عندنا من غير ليه؟ واحد رابيد وواحد سلو. لو الريسبتور والشانل حاجه واحده وان بروتين اهو، حتى يسموه تشانل لينكد ريسبتور، ريسبتور لينكد متصل بالشانل. اول ما يمسك اللايجند الكيميكال ترانسميتر في الريسبتور فتح الشانل يبقى رابيد. لكن لو الريسبتور لينكد لجي بروتين، لا دي قصه ثانيه. يجي بروتين وبعدين سكند ميسنجر وبعدين بروتين كاينيز وبعدين فوسفوريليشن للشانل مختلفه اهي، فيدخل اي ان هما تو ديفرنت بروتينز. ادي ليه في نوعين من الريسبتورز. طب في حاجه تاني مهمه قوي موجوده في البوست سينابتيك نيرون، في الانزيمز اللي بتعمل ان اكتيفيشن للكيميكال ترانسميتر. يبقى في حاجتين، في ريسبتور وفي انزيم. يبقى الكليفت بقى عشان ناخد الفول مارك. كليفت ده بيفصل البري عن البوست، وهو من 20 دي ملوش قيمه الرقم، ل 40 نانومتر ممكن يجيبها لك بالانجستروم هتزيد صفر، تبقى 200 ل 400 انجسترومز. خلاص، طبعا انت فاهم يعني نانومتر، يعني واحد يعني على تحط واحد جنبيها 9 اصفار، نانو عن 9، حاجه قليله جدا. ايه السؤال اللي هنا ممكن يجي يقول لك نوع الفلويد اللي موجود هنا في السينابتيك كليفت؟ دي مش عاوزه سؤال يا ولاد. الكليفت ما بين خليتين، البري والبوست، يبقى 100% ما بين الخلايا يبقى في اكسترا سيلولار فلويد. طب واحد يقول لي انت عندك طرق لطيفه في التحفيز، ممكن لما يجي لنا الاناتومي ده تقول لنا طريقه نفتكرها بطريقه حلوه؟ اه طبعا عندي طريقه حلوه. لما نتكلم على ثلاث حاجات، السينابتيك نوب والبوست سينابتيك دنسيتي نمره 2، وما بينهم الكليفت نمره 3. واحده فيها حاجه واحده، واحده فيها 2، واحده فيها 3. حلوه؟ طيب، يبقى الكليفت فيه حاجه واحده اكسترا فلويد، ادي حاجه واحده. طب البوست سينابتيك دنسيتي فيها حاجتين، فيها ريسبتورز وانزيمز، اثنين هم ريسبتورز والانزيم اللي بتعمل الاكتيفيشن، والريسبتور بترجع تنقسم الى ايونوتروبيك وميتابوتروبيك ريسبتورز. دي رابيد لانه الريسبتور والشانل نفس البروتين، ودي سلو لان الريسبتور مش متصل بالشانل، ده متصل بجي بروتين اللي هيشغل بعد كده
channel. طب أما السينابتك نوبس فيها ثلاثة، فيها ميتوكوندريا بثلاث وظائف، ثلاثة فيسكل نمرة اتنين وتو سنيرز. يبقى حلو هي أولاد، لا يمكن تنساها. هتحط ثلاث عناوين أهم، ثلاث عناوين: بوست سينابتك دنسي، سينابتك كليفت، وسينابتك نوب. في النوب في ثلاث حاجات، في السينابتك دنسي في حاجتين، في الكليفت في حاجة واحدة. ثلاثة اتنين واحد، وما عشقت مستعشق النظام. طيب نيجي في سؤال تاني يقول لك كلمني عن الكيميكال، جيف شورت اكاونت على الكيميكال ترانسميترز، قول لي ماذا تعرفه عن الكيميكال ترانسميترز. ده سؤال تاني برضو اناتومي. ان احنا قلنا وي هاف 3 تايبس اوف فيسكلز يا اولاد: سمول كلير، سمول دنس، ولارج دنس. وقلنا دنس يعني جرانيولر، فيها جرانيولز. هقارن ما بينهم، انت شايف خمس نقط بس، اسمحوا لي هغير الترتيب شويه اللي كتبته بيه، لان بنقول عاوزين نجود حاجه تبقى اسهل. اهم نقطه الكيميكال ترانسميترز، هو في الجسم فيه يعني كل شويه بيزودوهم، مور ذان 50 كيميكال ترانسميترز في السنترال نيرف سيستم، اكتر من 50 كل شويه هيزيدوا. سنه 18 2018 هم دلوقتي اكتر من 50. نقول مهمين بقى السمول كلير دي، احفظها لك بطريقه لطيفه. اهم ما تحتوي الاسيتايلكولين، حتى قلنا الكولين كلير فيسكل لو كنت فاكر سنه اولى، او ترانسميتر من ثلاثه حتى اعيدها لك بطريقه تحفظ، يشاركهم حرف الجي: جلايسين بحرف الجي، جابا جاما امينو بيتريك اسيد ده اختصارها، او جلوتاميت. ده السمول كلير. طب والسمول دنس كنا خدناها في الاوتونوميك، كان فيها الكاتيكولامينز اللي هم ثلاثة: أدرينالين ونور أدرينالين ودوبامين. طب اللارج دنس جرانيولز هي ليه لارج؟ ليه لارج؟ عشان فيها بيبتايدز، نيورو بيبتايدز. يبقى دي أول نقطة. طيب النقطة الثانية، الترانسميترز دي بتتعمل فين؟ طالب زكي قال لي أنت علمتنا نفكر. 100% نيورو بيبتايد دي، البيبتايد ده من فصيلة البروتينات. ما فيش حاجة بتعمل بروتينات لطالب ذكي غير الريبوزومز بتاعت الجرانيولر أو الراف اندوبلازميك ريتيكولم، ده المكان الوحيد اللي بتعمل فيه بروتين. وده موجود فين؟ طالب قال لي موجود في السيل بودي، لأن ده سيل أورجانيل. يبقى الطالب ذكي لازم النيورو بيبتايدز لكونها بيبتايد بروتين تتعمل في سيل أورجانيل، يبقى تتعمل في السيل بودي بتاع النيورون. ذكاءه بالتفكير من غير حفظ. بينما المجموعة بتاعت الكاتيكولامينز بتاعت السمول دنس والأسيتايل كولين بالثلاثة جي، جلايسين جابا عند جلوتاميت، دول بتعملوا في الأكزون تيرمينالز اللي هو الباتونز اللي هو النوبس. دي تاني نقطة. طب اتعملوا، هيحصل لهم بعد كده ريليس، طلعوا ازاي؟ كلهم بيطلعوا بيتشاركوا في كلمة واحدة قلناها 100 مرة، كل الكيميكال ترانسميترز بتطلع بثلاث كلمات: اكشن بوتنشال، يدخل كالسيوم، يفرقع الفيسكل بالاكزوسيتوز. اهي دي الطريقه العامه. انما عاوزين نقول بقى الخصائص، انه السمول فيسكلز الترانسميتر بتاعتها بيطلعوا نير ذا سينابتيك كليفت، قريبين جدا من الكليفت بطريقه جميله قوي. الفيسكل تروح لحد الاكتيف زون وبعدين تفتح تعمل اكزوسيتوزس تريليس اللي جواها عن طريق سمول هولز، وبعدين تقفل تاني يحصل لها اندوسيتوزيس ويحصل ريفيل لوكال، تتملي بالترانسميتر تاني، حتى يسموها اسم لطيف قوي. يبقى الفيسيكل راحت لحد الاكتيف زون، فتحت بقها وبعدين قفلته ورجعت تاني، فيسموها كيس، يعني يقبل اندران ديسشارج، كيس اندران ديسشارج، ده طريقه الريليس. بينما هنا النيورو بيبتايدز اللي هم كبار دول لا، ما يطلعوش من حته محدده، ده بيطلعوا لانهم كبار من all parts of the presynaptic terminals، كل اجزاء نهايات البريسينابتيك تيرمينال، مش من حته صغيره بذاتها. وبعدين عاوز اقول لك حاجه في الريليس يا اولاد، السمول دول بيطلعوا كميات كبيره لان هم حاجات صغيره فبيطلع منهم كميات كبيره، بينما النيورو بيبتايدز زي الهرمون زي اولاد بيطلعوا ان سمول اماونتس. يعني الكيميكال ترانسميتر تركيبه كبير بيطلع ان سمول اماونتس، حاجه غاليه متكلفه
مش بنرمي منه اي كميه، انما الحاجات الرخيصه اللي هي استالكولين كاتيكولامينز بنطلعهم ان لارج اماونتس. طيب الاكشن بعد ما خرجوا، النقطه الرابعه الاكشن يبقى ازاي؟ السمول حفظتال اجيال بيشتغلوا شورت تيرم 1 ملي سكند اور ليس، ده مده العمل. يبقى الاس مع الاس، السمول سواء سمول كلير او سمول دنس شورت تيرم. حتى انت فاكر كنا قلنا الاستالكولين بيكسر اول ما يشتغل بالاستالكولين استريزس، لو كنت فاكر. بينما اللي متكلف البيبتايد ده قلنا بيطلع منه كميات صغار، وده بيشتغل لونج تيرم، الاكشن بتاعه بيقعد مينتس اورز دايز اور مورز. طيب النقطه الخامسه والاخيره ان السمول ده بنعمل له ريسايكلينج، انما البيبتايد ده الغالي اللي بنطلع منه كميات صغيره وبيشتغل كميه كبيره نوت ريسايكلد. ادي الخمس نقط في الفرق ما بين الثلاثه فيسكل بالكيميكال ترانسميتر اللي فيهم. يبقى تاني نعتبر ده سؤال نظري يا اولاد، هنقول ان عندنا في السنترال نيرفس سيستم اكثر من 50 كيميكال ترانسميترز، هم موزعون في ثلاث انواع من الفيسكل، سمول كلير سمول دنس لارج دنس. قلنا دنس معناها جرانيولا يعني فيها حبيبات زي ما انا رسمها لك لو بصيت لها فوق. اهم نقطه نمره 1 المحتويات، السمول كلير اوعى تنسى كولين استايل كولين كلير ومعاه 3 جي جلايسين جمع امينو بيوتيريك اسيد اند جلوتاميت. السمول دنس كاتيكولامينز بانواعها الثلاث ادرينالين نور ادرينالين اندوبامين، واللارج دنس اللي هم النيوروبيبتايدز. دي اول نقطه. وبعدين نشوف بقى النظام حلو ازاي، فورمد فين، بيتعملوا فين، نمره 2، وبعدين بعد ما يتعملوا هيبقوا ريليز نمره 3، وبعدين هيشتغلوا نمره 4، وبعدين نرجعهم تاني نعمل لهم ريسايكلينج نمره 5. عشان كده انا قعدت الترتيب بترتيب زمني، اتعملوا ازاي هتفتكر، اتعملوا ريليز طلعوا اشتغلوا الاكشن وبعدين خدناهم تاني او ما خدناهمش. نظام يا اولاد ما عشقت مثل عشق النظام. قلنا لطالب ذكي النيوروبيبتايدز يتعمل في السيل اورجانيل اللي هو الرفع اندوبلازميك ريتيكولم، يبقى لازم في السيل بادي، انما دول في الاكشن تربينال. طب ريليس في جمله عامه كلهم بيطلعوا بالاكشن بوتنشال بالكالسيوم بالاكزوسايتوزيس، بس دول بيطلعوا من مناطق محدده نير سينابتيك كليفت. قلنا اكزوسايتوز تفتح بقها ترمي التريليس عن طريق سمول هولز وبعدين تقفله تاني وتريفيل، سموها كيس اند ران، انما دول لانهم كبار بيتعملوا في اول بارتس اوف بري سينابتيك تيرمينالز. قلنا الكبير كبير، اللارج لما بيشتغل لونج تير مينتس اور دايز اور مور، وبيطلع كحاجه كبيره بقى متكلفه يعني سمول اماونتس، بينما السمول الاس مع الاس بيشتغل شورت تيرم لانه تكلفته صغيره بنطلع منه كميات كبيره. طب بعد ما اشتغلوا السمول ريسايكلد، انما اللارج نوت ريسايكل. لسه ما خلصش السؤال، فيل احنا بنقول بنجود شويه، كان الكلام وما زال يعني يقول لك ان وان نيرون سيكريتس وان تايب اوف ا كيميكال ترانسميتر، اعتبرها صح لو جات لك، النيرون الواحد يفرز نوعا واحدا من الكيميكال ترانسميتر. يعني الرسمه دي غلط يا اولاد، مفيش نيرون عنده غير نوع واحد من الفيسكل جواه نوع واحد من الترانسميتر، حتى مش السمول كلير يبقى جواه الاربعه، جواه يا اسيتايلكولين يا جلايسين يا جابا. النيرون الواحد يفرز نوعا واحدا من الكيميكال ترانسميتر، لكن ابتدوا دلوقتي قال لك لا، ده الكلام ده اولموست في معظم النيرونز عندها فيسكل واحده تحتوي نوعا واحدا من الترانسميتر، لكن لقوا ان في بعض النيرونز عندها البيبتايد الكبيره وعندها السمول الصغيره، حتى مش عارفين لحد النهارده محدش يعرف امتى تطلع ده وامتى تطلع ده. فالنهارده قلنا في التجديد الكلام ده بقى almost، انما usually مش تملي. طب السؤال ده مهم جدا في الام اس كيو، الاكسايتيشن انهيبيشن يعتمد على الترانسميتر ولا على الريسبتور؟ هجاوبها لك وانت هتعرف الاجابه. الاستايل كولين في الجهاز الهضمي يا اولاد بيعمل اكسايتيشن للوول كونتراكشن في الوول وانهيبيشن ريلاكسيشن في السفنكتر، يبقى نفس الاستايلكولين ممكن يعمل ستيميليشن في الوول وممكن يعمل انهيبيشن في السفنكتر، يبقى اذا الستيميليشن انهيبيشن ديبيندز على الريسبتور في الام اس كيو. هاوفر شوف بقى السؤال الام اس كيو جاي اهو،
تحفظهم صم. انا حافظ اسئله الام اس كيو. الاكسبشن ده لازم يجي في تو كيميكال ترانسميترز تملي تملي نلاقيهم انهيبيتوري والاثنين بحرف الجي، الجلايسين والجابا. الجلايسين والجابا دول تملي انهيبيتوري، وزيهم في اثنين اثنين تملي تملي نلاقيهم اكسايتاتوري، الجلوتاميت جلوتاميت واسبارتيت، جلوتاميت واسبارتيت. اسئله رهيبه في الام اس كيو. يبقى اول سؤال، النيرون الواحد يفرز نوعا واحدا من الترانسميتر، هتحسبها لهم صح؟ لان مش كل الناس عارفه ان لسه حديثا جدا لقوا بعض النيرون اكستريملي رير عندها نيوروبيبتايد وعندها سمول ترانسميتر، سمول سمول يعني في التركيب. انما الثانيه ام اس كيو مهمه جدا، ان الاستيميليشن انهيبيشن ديبيندز على الريسبتور، بس في اثنين تملي اكسايتاتوري. او نبتدي بالانهيبيتوري عشان رتبناها لك في مخك كده، جلايسين وجابا، جلايسين وجابا، جلايسين وجابا، واثنين اكسايتاتوري جلوتاميت اند اسبارتيت. ده حتى الجلوتاميت ده لما لو ما اتكسرش سؤال ام اس كيو ممكن يبوظ البرين، يسموه نيورو توكسيك ترانسميتر. يبقى مين النيورو توكسيك ترانسميتر؟ جلوتاميت. طيب كده خلصت اجابه سؤال الكيميكال ترانسميتر لاسئله اناتومي مش فيسيولوجي قوي او بايو. نيجي فانكشنز اوف دندرايت، واخدينها كنوتس مالهاش دعوه بالسؤال. ليه ايه وظائف الدندرايتس؟ اولا انها بتكسباند الاريا اوف انتجريشن، يعني بتوسع الاريا اللي هنشتغل عليها. كنا زمان فاكرين ان الكيميكال ان الاكشن بوتنشال ما يطلعش غير ادجيسنت للاكسون هيلوك، لا، لقينا اوكيجنالي بعض الدندرايت بيبتدي عندها الاكشن بوتنشال، بعضه سم انيشيت اكشن بوتنشال. ثالث حاجه بقى ودي الجديده خالص يا اولاد، ان لقينا ان النيورون ستاتيك، بس الدندرايت طالع منها حاجه اسمها دندريتك سباينز اهي اللي انا بشاور عليها. النيورونز استاتيك من حيث النمبر عددهم ثابت، لكن السباينز دي الزوائد اللي طالعه البروزات دي اللي طالعه من الدندرايت دي بتتغير، ممكن تابير تظهر او تديسابير تختفي او تتغير within minutes to hours. يعني انا ما اقدرش اغير عدد النيورونز دول استاتيك، لكن ممكن اغير تركيبهم. طب وده مفيد في ايه بقى؟ هناخده في اخر محاضره باذن الله كلام جديد في الموتيفيشن اللي هي إثارة الدوافع، learning التعلم واللونج تيرم ميموري. احنا بنقول كورس يصلح وورد وايد واب تو ديت لسنة 2018. الدنيا بتتغير كل شوية، مش هعيد تاني. انتوا هتقولوا بقى هنا عندنا سؤالين في الاناتومي، ان عندك هتتكلم على السينابتيك نوب، سينابتيك نوب وكليفت وبوست سينابتيك دنسي، واحدة فيها واحد واحدة فيها اثنين واحدة فيها ثلاثة. حلو. السؤال الثاني اتكلم على الكيميكال ترانسميترز، اكتر من 50 بس بديك الهيدينجز. هتقول ان في ثلاث انواع من الفيسكل، سمول كلير وسمول دنس ولارج دنس، وتقارنهم في خمس نقط. اهم حاجة المحتوى بتاع كل واحد من راح، وبعدين تمشي اربع نقاط ورا بعض، فورمت فين؟ الكبير لازم يبقى في السيل بادي. ريليز دي ازاي؟ النقطة التالتة. الاكشن الرابعة، وبعد ما يشتغل هيحصل له ريسايكل وما لا، النقطة الخامسة. يبقى شوف ازاي بنفتكر يا اولاد بترتيب الاحداث هنا، يعني ترتيب زمني ساعدك في التذكر. فورمت، ريليزد، الاكشن، وبعدين ريسايكل. وتقول التعقيبين اللي تحت، ان وان نيرون في الاغلب في الاغلب الاعم بيطلع نوع واحد بالترانسميتر، وقلت لك لو جات لك كده احسبها لهم صح، ما تقولش في اكسبشن هنا، الناس كده ما عرفوهاش. وبعدين ان الانهبيشن والاكسايتيشن يعتمد على الريسبتور مش على الكيميكال ترانسميتر. فين السؤال الاهم؟ في اثنين تملي اكسايتاتوري، اسبارتيت وجلوتاميت، اسبارتيت وجلوتاميت، واثنين تملي انهبيتوري اللي هم جابا وجلايسين. طيب دي النقطه الخامسه. ابتدي بقى الكلام الحلو اللطيف الظريف الاهم. النقطة الثالثة، سؤال مهم جدا يا ولاد. ميكانيزم اوف سينابتيك ترانسميشن، ازاي بيحصل السينابتيك ترانسميشن؟ وما عشقت مثل عشقي للنظام. الاول نحط
مين ايتمز وبعدين ننتقل للتفصيلات عشان الطالب ما يتوهش، وعشان يبقى عندك منتال سيت هتكلم في أربعة نقاط واضحة قصادك. أول حاجة هنتكلم على الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر من البري سينابتيك نوب أو باتونز. نوب يعني قلنا انتفاخ، باتون يعني حب. وبعدين تاني نقطة هنتكلم على البايندينج أوف كيميكال ترانسميتر بالريسبتور في البوست سينابتيك دنستي. طب لما هيمسك هيعمل ايه؟ هيمرر اينز، هتعمل تشارج، يبقى يحصل جنريشن اوف بوتنشال. نمره 3. وبعدين النقطه الرابعه هنين اكتيفيت الكيميكال ترانسميتر. بشوف الترتيب جميل اهو، ريليز بايندينج، ريليز من البري بايندينج للبوست، وبعدين يطلع كهرباء جنريت اكشن بوتنشال او اسف في جنريت بوتنشال عموما، وبعدين نعمله ان اكتيفيشن. تيجي بقى للاوائل الريليز. لو انا عاوز اخد معظم النمره بس مش يعني مش هقفلها، ثلاث كلمات: اكشن بوتنشال هي اوبن فولتج جيتد كالسيوم شانل، يدخل الكالسيوم يفرقع الفيسكل بالاكسيتوز. دول الثلاث كلمات اللي هم الفاونديشن الاساس. اكشن بوتنشال هيفتح فولتج جيتد كالسيوم شانل، يفرقع الفيسكل بالاكسيتوز. تفصيلات للاوائل بقى: الاكشن تنشن اوبن الفولتج جيت الكالسيوم شانل، فيدخل الكالسيوم يعمل ايه؟ هيخلي يحصل مايجريشن، يعني هجره للفيسكل للاكتيف زون، الحته اللي بتفرقع عندها الفيسكل تروح للاكتيف زون. يتحد الفي سنير مع التي سنير، قلنا سنير يعني مصياده، الفي بتاع الفيسكل مع التارجت، بوم تفرقع، فيحصل ريليس باي كيميكال ترانسميتر بعمليه اسمها اكسيتوز. في سؤال ام اس كيو هنا يا اولاد، كمية الكيميكال ترانسميتر اللي هتطلع بالإكسيتوزيس is directly proportional للكالسيوم اللي داخل، عشان دي مهمة جدا في فهم بعد كده. لو وقفت الكالسيوم مفيش ريليس، في كالسيوم كتير في ريليس كتير. نيجي النقطة التانية البايندينج، هيمسك الكيميكال ترانسميتر اللي هو هنسميه الليجاند في الريسبتور. الأوائل بقى هنا بقيت طلبة يكتبوا يقول امسك في ريسبتور. الاوائل ما بيكتبش اسطوانة اللي مكتوب في السؤال بس، بيجمع معلوماته. طب ما انا عارف في السؤال قبله ان في نوعين من ريسبتور، فاقول هيمسك في نوعين من ريسبتور، فاكرينهم؟ يا اما ايونوتروبيك اللي هو تشانل لينكد ريسبتور، اللي هو ريسبتور وتشانل حاجة واحدة فيبقى فاست، او هيمسك في ميتابوتروبيك ريسبتور اللي هو ريسبتور لينكد لجي بروتين، هيطلع سكند ماسنجر، هينشط بروتين كاينيز، هيعمل فوسفوريشن للشانل يفتحها، يبقى ده سلو. يبقى الكيميكال ترانسميتر هيتحد مع سبيسيفيك ريسبتور. الاوائل هيفصصوها لانه عاوز يتميز على الباقيين. ايونوتروبيك اللي هو فاست اللي فيها الريسبتور والشانل حاجه واحده وان بروتين، ميتابوتروبيك اللي هو الريسبتور بروتين متصل بالجي بروتين والشانل حاجه ثانيه. طيب عندي خدنا الكلام ده في سنه اولى، لو زودنا البرميابيلتي للصوديوم والكالسيوم اللي هم موجودين اساسا بره، هيدخلوا جوه يبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى هيعملوا دي بولاريزيشن يعني اكسايتيشن في البوست سينابتيك نيورون، فيسموها اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال، اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. ومين الاهم؟ ايه الفرق بين الصوديوم والكالسيوم؟ خدناه السنه اللي فاتت، الصوديوم فاست انما الكالسيوم بطيء. اما لو زودوا البرميابيلتي، ده بقى سؤال مهم جدا يا اولاد، للكلورايد ثم الكلورايد ثم الكلورايد مينلي او البوتاسيوم، كلورايد هيدخل يخلي جوه نيجاتيف، البوتاسيوم بوزيتيف يخرج، كان اساسا جوه يخرج يخلي بره مور بوزيتيف، يبقى عمل لي هايبر بولاريزيشن يعني بعدني عن الفايرنج ليفل، يعني حصل انهيبيشن. فين الانهيبيشن ده حصل؟ في البوست سينابتيك نيرون، فيسموها انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. تمام، ده تاني نوع من البوتنشال. طب في نقطه مهمه جدا يا اولاد، انه اي نيرون ما بيحصل لا يحدث عنده بوتنشال واحد. ليه بقى؟ في حقيقه احب افهمها لكم لطيفه قوي.
هي الحقيقة معقدة في الحقيقة، بسيطة جدا في الفهم. اهي يا اولاد، اهي اهي، ان اي نيرون داخل السي ان اس اهو لا يتعامل مع نيرون واحد، بيتلقى من ميني نيرونز، بيتلقى الاف النوبس من ميني نيرونز، وبدوره بيغذي مئات النيرونز، يعني يتلقى من ميني ويعطي ميني. الحقيقه معقده داخل السي ان اس. داخل السي ان اس مفيش حاجه اسمها وان تو وان كونكشن، مفيش نيرون يدي نيرون تاني واحد بس، غير في حته واحده للاوائل في الجسم، في الريتنا الشبكيه بتاعت الرؤيه. فين في الريتنا بالذات؟ في البقعه الصفراء، الفوفيا سنتراليس، الماكيولا يوتي، ليه احسن حته بنشوف بيها، ده المكان الوحيد اللي النقطه نقطه، نشوف النقطه نقطه، فنشوف التفصيلات وان تو وان. انما في السي ان اس لا، كل نيرون داخل سي ان اس حقيقه معقده في حقيقتها، بسيطه في فهمها، ياخذ من ميني ويعطي ميني، وعليه يبقى النيرون ده بياخد الاف النوبز، بعضهم اكسيتاتوري وبعضهم انهبيتوري. فاللي هيحصل عنده هو محصله الاكسيتاتوري والانهبيتوري، الصم الالجبريك صم اوف ذيس بوتنشلز ات وان نيرون، نسميها ايه بقى؟ جراند. جراند يعني كبير، بوست سينابتيك بوتنشال. اذا للاوائل هيقولوا ان هيحصل مش بس انهبيتوري او اكسيتاتوري، انما الصم بتاع كل اللي حصل عند النيرون الواحد هنسميه جراند. جراند يعني كبير، زي جراند با يعني جد. جراند بوست سينابتيك بوتنشال ده انواع البوتنشال. طيب نيجي الان اكتيفيشن، ازاي بيحصل ان اكتيفيشن؟ قلنا البري سينابتيك نيرون ممكن يعمل ريسايكلينج اكتيف ري ابتيك. طب والكليفت في اكسسوار فلويد، فممكن الكيميكال ترانسميتر يديفيوز اواي في الاكسسوار فلويد، او البوست سينابتيك نيرون يكسر الكيميكال ترانسميتر يعمل له ان اكتيفيشن، او السكافنجر سيلز لسه قايلينها في اول محاضره اللي هي الميكروجليا اللي هي الفاجوسيتيك سيلز تعمل له ريموفال. طالب قال لي الموضوع ده صعب شويه، قلت له بس ده اهم سؤال. قال لي طب ما كعادتك كده ما تقول لنا طريقه حلوه في الحفظ، يعني تقدر تفكرها لنا بطريقه حلوه؟ قلت له طبعا عندي طريقه، ما عشقت مثل عشق النظام. احنا في كام ستيج يا اولاد؟ في 4 ستيجز. الاول ريليس من البري، وبعدين بايند للريسبتور في البوست، بعدين يحصل جينيريشن اوف اكشن بوتنشلز، وبعدين ان اكتيفيشن للكيميكال ترانسميترز. اسف، جينيريشن اوف بوتنشال وبعدين ان اكتيفيشن اوف كيميكال ترانسميتر. اقول لك بقى المفاجاه الجميله، ان الخطوه الرابعه فيها 4 والثالثه فيها 3 والثانيه فيها 2 والاولانيه حدث واحد بس متصل، يبقى نمره 1 هتتكلم في حدث واحد، 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4. واحد يقول لي جربها لنا بقى عشان نحفظها. الريليس قصة واحدة متصلة، ان اكشن بوتنشال هيفتح فولتج جيتد كالسيوم شانل، تدخل الكالسيوم فيحصل مايجريشن للفيسيكل، فيمسك الفي سنير مع التي سنير يفرقع يطلعوا باي اكزوسيتوز. حدث واحد متصل. طيب تاني حاجة البايندينج، هيمسك مع ريسبتور. يبقى تاني نقطة، هو في كام نوع من ريسبتور للأوائل؟ دي إجابة الأوائل، نوعين من ريسبتور، يا إما هيمسك في أيونوتروبيك يا إما في ميتابوتروبيك، وتشرح مش عايزهم تاني، ده فاست وده سلو، عشان ده الريسبتور والشانل وان بروتين، إنما هنا الريسبتور ماسك في جي بروتين والشانل حاجة تانية. طب النقطة التالتة، هيحصل جينيريشن بوتنشال، في كام نوع من بوتنشال؟ لو دخلت صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم او كالسيوم هيحصل اكسيتاتوري دي بولاريزيشن واكسيتيشن، لو دخلت كلورايد ثم كلورايد ثم كلورايد او بوتاسيوم خرج هيحصل هايبر بولاريزيشن يعني انهبيشن، يبقى انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. محصله اللي هيحصل عند كل النوبز في وان نيرون، لان النيرون الواحد بيتلقى من ميني نوبز، هنسميها جراند بوست سينابتيك بوتنشال. 3. طب والان اكتيفيشن 4، واحد يقول لي طب هتحفظها لنا ازاي؟ سهله،
كل حاجة في الرسمة بتعمل حاجة. الرسمة كان فيها ايه يا اولاد؟ كان فيها بري سينابتك نوب وبوست سينابتك نيرون وما بينهم كليفت، كل واحد بيعمل حاجة. النوب بتعمل اكتيف ري ابتيك، طب والبوست سينابتك نيرون يعمل ان اكتيفيشن، طب والكليفت كان فيه اكسسيا فلويد، ممكن الكيميكال ترانسميتر يروح بعيد يديفيوز اواي. طب في حاجه رابعه بقى مش في الرسمه، المايكرو جلايل سيلز اللي هي السكافنجر الزبال الكناس، خلاص اللي هو يعمل فاجوسيتيك سيلز تعمل ريموفال، يبقى حلو قوي قوي يا اولاد كده زي الفل. وعاوز اقول لكم معلومه جميله يا اولاد، علمتها لكم قبل كده، ان الكيميكال ترانسميتر اللي هو نسميه لايجاند في الاندوكراين نسميه هرمون، اللايجاند اللي هو بيمسك في الريسبتور في حاله الاندوكراين نسميه هرمون، في حاله سي ان اس نسميه كيميكال ترانسميتر ان اكتيف والريسبتور ان اكتيف. اللايجاند ريسبتور كومبلكس هو ده اللي اكتيف. فعلى راي سيد مكاوي شيل ده من ده يرتاح ده عنده، ان البري خدت شفط الثاني الكيميكال ترانسميتر وعملت له اكتيف ري ابتيك وقف الاكشن، الكيميكال ترانسميتر ديفيوز اواي في الكليفت وقف الاكشن، اتكسر بالبوست وقف الاكشن، كلته المايكروجليا وقف الاكشن. حلو، ده اهم سؤال في هذه المحاضره اللي هو النقطه الخامسه، ميكانيزم اوف سينابتيك ترانسميشن. بس ايه بقى؟ مش اجابه بتاعه طالب عادي، اجابه بتاعه الاوائل، زي ما بقول هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. هعيدها، مش التفصيلات، الفكرة انت تعيد الفيديو، ان اربع خطوات اساسية ريليس من البري سينابتك نوب، بايندينج للريسبتور في البوست سينابتك دنسي، جينيريشن اوف بوتنشالز، بعدين ان اكتيفيشن اوف كيميكال ترانسميتر. اربعة الريليس قلنا قصة متصلة، اكشن بوتنشال ملخصها كالسيوم بالإكسيتوس طلع، البايندينج لنوعين من الريسبتور يعني ايونوتروبيك لا اكل ولا امل فاست او ميتابوتروبيك سلو، فاهمين ليه؟ والجنريشن بوتنشال تلات انواع، لو دي بولاريزيشن يبقى اكسايتيشن، هايبر بولاريزيشن يبقى انهيبيشن، المحصله في وان نيرون اسمها جراند بوست سينابتيك بوتنشال. ثلاثة اهو. طب النمره 4 4 الان اكتيفيشن بالثلاث حاجات اللي في الرسمه ومعاهم المايكروجلايا النمره 4، بس مش احلى من كده يا اولاد. ده دره هذه المحاضره. نيجي النقطة السادسة، سؤال السادس، قول لي أنواع البوتنشالز اللي موجودة في السينابس. إجابة الأوائل برضو أنواع البوتنشالز، بس ندي إضاءة أكتر. أنواع البوتنشالز، انواع البوتنشال كالاتي، احنا عندنا بري سينابتك نيرون وبوست سينابتك نيرون. البوست سينابتك نيرون ده الاهم، بيحصل فيه ثلاثه بوتنشالز. حلو، الاجابه النموذجيه من الاول قبل ما نبتدي، منتال سيت تهيئ ذهني، البوست سينابتك نيرون فيه ثلاثه بوتنشال، اكسايتاتري وانهيبيتري والمحصله اللي هي الجراند. طب والبري سينابتك نيرون فيها تو بوتنشالز، هناخدهم يبقوا خمسه. يبقى الطالب اللي عاوز ياخد الفول مارك لما يجي له ديسكاس سينابتيك بوتنشال واحد من الاسئله الصعبه وبيجي اقل، يقول خمسه، ثلاثه في البوست سينابتيك واثنين في البري سينابتيك. طبعا ممكن السؤال يجي جزئين، يعني يجي لك بوست سينابتيك بوتنشال تقول ثلاثه بس، بري سينابتيك بوتنشال تقول اثنين بس، يبقى انا عملت لك منتال سيت. تيجي الاول نفرق الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال من انهبيتري بوست سينابتيك بوتنشال في جدول من كام نقطه، خمسه، احب جداول قوي يا ولاد. ديفينيشن، هما الاثنين يتشاركا في ان هما ترانزيانت لوكالايزد بارشل، كل كلمه لها معنى، بارشل لان هما ما بيوصلوش الفايرنج ليفل الثريشولد فاليو، لوكالايزد لان هما مش بروباجيتد، مش زي الاكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال بيوصل الثريشولد فاليو وبروباجيتد، دول بارشل ولوكالايزد، كل كلمه مهمه في الام اس كيو، وترانزيانت يعني مؤقت. الاكسايتاتوري ده عباره عن ديبولاريزيشن،
الانهيبيتوري بوست بوتنشال ده هايبر بولاريزيشن، ادي اول نقطه. طيب تاني نقطه، هو ليه سموا ده اكسيتاتوري؟ لان الدي بولاريزيشن بتزود الاكسيتابيلتي، بينما الهايبر بولاريزيشن بتبعدني عن الفايرنج ليفل فبتنقص الاكسيتابيلتي، عشان كده سموها انهيبيتوري. طب ثالث نقطه التايم بتاعه، كلام جديد، هما الاثنين بيبداوا بعد نص ملي سكند، دي مش جديده. واحد يقول لي ما هو ده مده السينابتك ديلي، انت قلتها لنا في النيورو ماسكولار ديلي في سنه اولى، كان انتقال الكيميكال ترانسميتر عشان يبتدي كهرباء كان بيحصل بعد نص ملي سكند، فدي قديمه 100%. يصل البيك القوة القصوى هما الاثنين بعد 11.5 ملي سكند، ولاس يقعدوا، ده الكلام ده كله في الافرج في المتوسط 15 ملي سكند، يبقى يبتدوا بعد نص ملي سكند، يصلوا البيك في الافرج بعد 11.5 ولاس 15 ملي سكند. دي النقطه الثالثه. نقطه رابعه الايونيك بيزس، قلناها واحنا بنشرح الديبولاريزيشن سببه صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم، اوبننج اوف صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم، او كالسيوم لو عاوزينها بطيئه. انما الانهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال بتبقى كلورايد ثم كلورايد ثم كلورايد، ده الاهم، ثم بوتاسيوم، وده السؤال الاهم اللي بيجي في الام اس كيو. ليه؟ طالب يقول لي طب هنا قول لنا ليه الانهيبيشن هو الاهم. هنا بقى ايه، نريح دقيقتين فرصه كده نتنفس. طبعا ليه الانهيبيشن اهم؟ اول مره هتفهمها ان انا اوقف السيجنال اهم من ان انا امشيه. واحد قال ازاي الكلام ده، اتفهمنا. مور او موست اوف ذا سيجنالز ريسيفد باي ذا سنترال نيرفس سيستم ار انهيبيتد ار ديسكاردد از بينج نون امبورتنت. معظم المؤثرات اللي بتتلقاها السي ان اس بيوقفها، خلاص. واحد يقول لي طب ادينا مثال. حضرتك دلوقتي في مجال السمع بس، سامع صوتي و100% فيه في الشقه عندك اصوات تانية لو ركزت، في حد بيتكلم، في حد ماشي، انما انت لو واخد بالك منهم طوال المحاضره مع صوت انا بس، يبقى عملت انهيبيشن لكل الاصوات الاخرى 100%. انت باصص في السكرين شاف صورتي ومركز فيها، بس حوالين السكرين في حاجات تانية، ده انا حتى داخل السكرين بتاع انا في صوره ورايا انت مش مركز فيها، انت مركز انا بقول ايه. يبقى في مجال النظر عملت انهيبيشن للباقي كله، وحاجات اخرى غضيت عنها البصر تماما. التاتش بتاع هدومك مع لبسك، رجلك متنيه تحت الترابيزه ولا مفروده نايم، كل الامبلز دي عشان تقدر يبقى عندك باور اوف اتنشن تركز. السي ان اس بيوقف كل السيجنالز ويركز في اللي بقوله وباصص في الدياجرامز. يبقى الانهيبيشن يا اولاد ظاهره اهم من الاكسايتيشن. Most of the signal received by the CNS أول مرة تفهم are inhibited are discarded as being non-important. فعش كده الانهيبيشن أهم من الإكسيتيشن، عش كده اللي هو سابه إيه بقى؟ كلورايد ثم كلورايد ثم كلورايد ثم بوتاسيوم لو عايزها تبقى سلو شوية. طيب نكمل. في العموم الاكسيتات اللي بص سينابتيك بوتنشال في منها يعني ممكن تبقى فاست بالايونوتروبيك او سلو بالميتابوتروبيك، انما الانهيبيتوري بتبقى بالايونوتروبيك فاست بس. وان كان داخل الفاست، داخل الفاست الكلورايد اللي بيشتغل بالكلورايد اسرع من اللي بيشتغل بوتاسيوم، بوتاسيوم بيبقى سلو عنه. طيب نيجي النقطه الخامسه، الكاركترز اوف اكسيتاتوري انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. علمتها لكم في سنة أولى، قلت يا أولاد يا أولاد الكهرباء في الجسم نوعان، يا أكشن بوتنشال يا مش أكشن بوتنشال. الأكشن بوتنشال بحرف الإيه اللي فاكر من سنة أولى بيتبع قاعدتين بحرف الإيه، إن هو الوحيد اللي معاه أول أورلان لوب حرف الإيه يبقى كان نوب بي جريدد، وهو الوحيد اللي معاه أبسوليوت ريفراكتوري بيريود يبقى كان نوب بي سميتد. اوعى تنساها ما حياتك، ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على غيره. قاعده تريبل اي، الاكشن بوتنشال بحرف الايه اول اور نون لو يبقى كان نوت بي جريدد، ابسولوت افكت بيريود يبقى كان نوت بي سميتد. بسميها هنا الاولاد تريبل اي، يعني الثلاثة اي. حتى اول ما قلت تريبل اي اضحكوا، عارف ليه؟ عشان تريبل اي دي في امريكا معناها امريكان اوتومبيل اسوشيشن،
ان انا ادفع $50 لو عربية بتاعتي عطلت في اي حتة في امريكا يجوا ببلاش يجروني عربية، بس ادفع $50 كل واحد اشتراك يقولي بعد اقل من 3/4 ساعة العقد كده، ادفع $50 وليها مرتين لو العربية عطلت، طبعا لما تجيبش عربية بايظة بعد كده تدفع فلوس يجوا يجروك، اسمها American Automobile Association AAA عشان نخرج شوية كده معلومات عامة. يبقى الاكشن بوتنشال بحرف الاي هو اللي معاه اول اور نون لو، يبقى كان نوت بي جريدد ابسولوت افكتيف بيريد كان نوت بي سميت. اي كهرباء تانية، اي كهرباء تانية السنه اللي فاتت خدنا لوكال ريسبونس ما هوش اكشن بوتنشال، الكتروتونس ما هوش اكشن بوتنشال، اند بليب بوتنشال ما هوش اكشن بوتنشال، والنهارده بناخد اهو ايه بقى اكسايتاتري بوست سبت بوتنشال انيبيتور بوست سبت بوتنشال. ما لا ينطبق، ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه. يبقى التانيين كلهم يبقوا ايه؟ انت متوقع ايه بقى؟ سؤال مش كده مهم جدا، ان كلهم جريدد لا يتبعوا الاول اور نون لو، وكلهم سميتد معهمش ابسولوت ريفراكتوري بيريود. هي ده اهم نقطه في الام اس كيو، يبقى جريدد وسميتد اهي دي النقطه الخامسه. طيب هنا سميتد دي مهمه قوي يا اولاد، يعني النوبل واحدة بتعمل بارشل ولوكالايز وترانزيان ديبولاريزيشن، عمره ما يدي اكشن بوتنشال الا اذا بقى سميتد. يعني بدون السميشن لا تقوم قائمة للسنترال نيرفس سيستم، ما اقدرش امشي الكيميكال ترانس امشي الاكشن بوتنشال من غير ظاهرة السميشن، لازم اسميت. يوجد نوعان من السميشن في السي ان اس، سؤال مهم جدا في الشفه والام اس كيو، سبيس اور سبيشال سميشن حتى الاثنين بحرف الاس، وتايم اور تمبورال سميشن الاثنين بحرف تي. حتى اقولها لك بطريقه لا تنسى، الزمان والمكان تايم اند سبيس سميشن، يا زماني يا اما مكاني تايم سميشن او سبيس سميشن. تعال نشوف ايه الفكره. سبيس سميشن حضرتك النوب الواحدة، ما احنا قلنا النيرون بيتلقى الاف النوبز، النوب الواحدة بتعمل كهرباء ضعيفة ما تطلعش اكشن بوتنشال، بس كهرباء ضعيفة مع ضعيفة مع ضعيفة هتدي اكشن بوتنشال. هنا في كهرباء ضعيفة في المكان اللي جنبها كمان كهرباء ضعيفة والمكان اللي جنبها كمان كهرباء ضعيفة، يبقى هنا السميشن مكاني في اكسيتاتري بوست سبت بوتنشال في اكثر من مكان مع بعض هيدوا اكشن بوتنشال، فيسموها سبيس اور سبيشال سبميشن. تبقى تحصل امتى بقى؟ لو شغلت ميني نوبس في وقت واحد، ميني نوبس ار استيميليتد سيمالتينيسلي، حتى لو حفظها الطلبه بطريقه لطيفه، فين الكلمه المهمه؟ ميني سيمالتينيسلي، هشغل ميني سيمالتينيسلي فيعملوا اكشن بوتنشال. طيب انما ايه التايم سبميشن بقى؟ هنا هستيميليت نوب واحده مره فتعمل اكسيتاتي بوست سبت بوتنشال ضعيفه، كمان مره تقويها شويه، كمان مره تقويها اكتر، يبقى كلهم حدثوا في مكان واحد فتح ودنك، ولكن في ازمنه متعاقبه. يبقى السميشن هنا زماني، واحده ورا الثانيه ورا الثانيه، هنا كانت واحده جنب الثانيه جنب الثالثه، هنا واحده تلو الثانيه تلو الثالثه. يبقى عشان كده نقول one knob stimulated repetitively one repetitively. يبقى دي اهم كلمتين في الشفة وفي الام اس كيو، ان السبيس سميشن في اكثر من مكان يبقى many simultaneously، انما التايم او temporal سميشن one repetitively one repetitively. طيب الكلام الجديد، السبيس سميشن بيعتمد على ايه؟ على length constant، بينما التايم سميشن بيعتمد على التايم كونستنت. واحد يقول لي فهمني ايه الكلام؟ كلام سهل جدا. ما انا عشان اعمل سميشن كل كهرباء يا اولاد، كل كهرباء تحتل مكان معين، لازم عشان يحصل سميشن الكهرباء بتاعت النوب ده تلتقي بالكهرباء بتاعت النوب التاني، لازم يجوا مع بعض. انما ما هو مش دي بعيده بالكهرباء دي بعيده عن دي وهيسميت، لازم يجوا على بعض. فكل ما الكهرباء فرشت في لينس اكتر، يعني خدت مساحه اكبر، يبقى احتاج عدد اقل من نوبز عشان خاطر يلتقيوا مع بعض، عدد اقل من نوبز. يعني لو الكهرباء بتاخد وقت قليل كده
بتاخد مساحة قليلة، لازم أقرب النبض لبعض عشان يجوا على بعض. لكن لو الكهرباء بتاخد لينس طويل مش لازم أقربهم من بعض، أو هيجوا على بعض أو من غير ما أقربهم، أو أعتبر دي تو نبض ومصابي مش هقربهم لبعض. لكن لو الكهرباء بتاخد وقت قليل لازم أقربهم أو لبعض عشان يجوا على بعض. فكل ما زاد اللينس هتحتاج عدد أقل من النبض لأنها بتفرش على مساحة أكتر. طب في التايم، كل ما زاد التايم يبقى ممكن استنى قبل ما ادي السكند ستيمولس، يبقى احتاج عدد اقل من الاستيمولاي. يبقى مفهوم سهل يا اولاد. يبقى النمبر اوف نوبس في اللينث كونستانت انفرسلي بروبورشن تو ذا لينث. لما الكهرباء تاخد مساحه كبيره يبقى محتاجين عدد قليل من النوبس، لانها كل واحده مغطيه مساحه كبيره مش لازم اللي جنبها تقرب منها قوي، مش عاوز نوبس كتيره. كل ما الكهرباء تاخد وقت طويل ممكن استنى قبل ما ادي السكند ستيمولس، يبقى الفريكوانسي اوف ستيمولاي از انفرسلي بروبورشنال تو تايم لينث. ده الكلام الجديد. يبقى السبيس سميشن بيعتمد على اللينث كونستانت، بينما التايم سميشن بيعتمد على التايم كونستانت، والعلاقه عكسيه. هنا عدد النبض يتناسب عكسيا مع اللينث. اللينث طول بتاخد بتغطي الكهرباء مساحة طويلة يبقى عاوز نبض قليلة، بتاخد زمن طويل عاوز فريكوانسي قليلة. طيب نيجي كلام جديد خالص، في حاجة اسمها سلو بوست سينابتيك بوتنشال، موجودة في بعض التكست بوكس لكن بقولها عشان هنا يعني يمكن عندكم ما بيقولوهاش هنا بيقولوها، فأنا بدرس لكل الناس أقل أعلى. السلو بوست سينابتيك بوتنشال دي ليه سموها سلو؟ لأنها بتبتدي بعد مش نص ملي سكند، بتبتدي بعد من 100 ل 500 ملي سكند، ولاس مش 15 ملي سكند، سيفرال سكندز. السكند الواحدة ب 1000 ملي سكند، عشان كده سموها سلو بوست سينابتيك بوتنشال. بتحصل فين دي بقى؟ في الاوتونوميك جانجليا والكورتيكال نيرونز. ادي اتنين نيرفس، اوتونوميك جانجليا وكورتيكال نيرونز، للناس اللي هم بتوع كندا وامريكا يسمعوني كويس. وفي السموس ماسل والكارديك ماسل، ومرتبطه بانهي اين؟ بالبوتاسيوم كوندكتنس. لو قللت خروج البوتاسيوم يبقى البوتاسيوم يقعد جوه، يبقى جوه بوست وبره نيجاتيف، يبقى دي بولاريزيشن هيدي سلو اكسايتاتري بوست بوتنشال. بينما لو زودت البوتاسيوم كوندكشن، البوتاسيوم خرج بره كتير بقى بره بوزيتيف كتير، عمل هايبر بولاريزيشن، قلل الاكسايتابيلتي يدي سلو انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. ده كلام جديد، ممكن لو مش عندك في الكتاب ما تقراهوش خالص، ركز في الاولاني فانا مش عايدها تاني. انا هراجع الحته اللي موجوده في كل الجامعات اللي هي الاكسايتاتري والانهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال، هقارنهم في خمس نقاط. ان هما الاثنين اشتركوا في ان هما بارشل، يعني ما بيوصلش الفارينج ليفل، لوكالايز في مكان محدد لمده محدده ترانزيت. لو قلت دي بولاريزيشن يبقى النقطه هنا الثانيه الاكسايتابيلتي زادت، هنسميها اكسايتاتري بوست سينابتيك بوتنشال. لو قلت هايبر بولاريزيشن يبقى بعدت عن الفارينج ليفل، الاكسايتابيلتي قلت، يبقى اسميها انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. خلصنا النقطتين. طب نيجي التايم. في العموم احنا في العموم بيبتدوا بعد نص ملي سكند اللي هي مده السينابتيك ديلي، ويوصلوا البيك بعد 11 ونص ويظلوا 15 ملي سكند. انما الاكسيتاتوري في منها فاست بالايونوتروبيك وفي سلو بالميتابوتروبيك، انما الانهيبيتوري معظمها مش كلها بالفاست، بتبقى بالايونوتروبيك. دي النقطه الثالثه. النقطة الرابعة، الايونيك بيزيس هو الديبولاريزيشن سابوي، هي صوديوم يا كالسيوم، صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم يا كالسيوم. وهنا الريبولاريزيشن هو الأهم، الهايبر بولاريزيشن انهيبيشن، كلورايد ثم كلورايد ثم كلورايد ثم بوتاسيوم. دي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، ايه الكاركترز؟ يعني حفظتها لك. الاكشن بوتنشال هو اللي معاه اول اور نان كانوت بي جريدد، هو اللي معاه ابسولوت كانوت بي سميتد. اي كهرباء ثانية خدناهم في اولى، لوكال ريسبونس، الكتروتونس، اند بلي بوتنشال، او السنه دي اكسيتاتوري او انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال، ما هماش اكشن بوتنشال، يبقى ما فيش اول اور نان، يبقى جريدد، ما فيش ابسولوت افكت بيريود، يبقى سميتد. وقلت بدون السميشن كان لا يمكن يطلع اكشن بوتنشال واحد في النيرونز، لا
لأن كل نوب بتعمل كهرباء لا ترقى، لا ترقى أنها توصل للفارينج ليفل، لكن كهرباء مع كهرباء مع كهرباء ضعيفة يوصلوا للفارينج ليفل. والصميشن يا زمان سبيس أو سباتيال يا تايم أو تمبرال. وأهم جملة هنا، عشان في أكثر من مكان يبقى هشغل ماني سيمولتينيسلي، إنما هنا في مكان واحد ولكن في أزمنة متعاقبة، يبقى وان ريبيتيتيفلي. وده يعتمد على ايه؟ السبيس سميشن هتفرش مكان قد ايه، على لينث كونستانت، ان كل ما فرشت مساحه اكبر يبقى احتاج عدد اقل من نوبس، يبقى النمبر اوف نوبس انفرس بروبورشن تو ذا لينث كونستانت. انما هنا كل ما دامت استمرت لوقت اكثر احتاجت عدد اقل من الاستيمولاي، يبقى الفريكوانسي اوف الاستيمولاي از انفرس بروبورشن تو ذا تايم كونستانت. طيب ده احنا قلنا نوعين من البوست سينابتيك بوتنشال، الاكسيتاتري ويل inhibitory. نيجي للنوع الثالث وهو الأسهل، اللي هو المحصلة. قلت إن اللي قلناه ده مش حقيقة، إن لأن قلت النيرون الواحد بيتلقى نبز من مئات آلاف النبز من مئات النيرون، فاللي بيحصل فعلا عند النيرون هو هو محصلة دول، اللي هم نسميهم إيه بقى أولاد؟ كرون بوست سينابتيك بوتنشال. النوع الثالث اللي هو ايه؟ الالجبريك سام محصله الاكسيتاتري والانيبيتوري ات وان نيرون، التي تحدث في نيرون واحد. هذه المحصله هتدي في اربع احتمالات لطالب ذكي. لو الانيبيتوري اكتر من الاكسيتاتري هيحصل انهيبيشن. طب لو الاثنين قد بعض نو تشينج ان بوتنشال. طب لو الاكسيتاتري اكتر، دي الاوائل بقى، في احتمالين مش احتمال واحد. لو الاكسيتاتري اكتر هيحصل اكسيتيشن لو بلو ذا فايرنج ليفل، لكن لو الاكسيتيشن حصل ووصل الفايرنج ليفل هيحصل اكشن بوتنشال. يبقى ما هو الجراند بوست سينابتيك بوتنشال؟ هو الالجبريك سام محصله الجبريه لمجموع الاكسيتاتري والانهيبيتوري عند نيرون واحد، لان قلت النيرون الواحد ما بتلقاش نبض واحده، نوب واحدة، آلاف النبز التي تنتمي إلى مئات النيرون. صحيح، بس طبعا مش راسم أنا آلاف ومئات. المحصلة هو ده الحقيقة، اللي بيحصل في الجسم هو جراند محصلة الإكسيتاتري والإنهيبيتر. في أربع احتمالات، الطالب العادي يقول ثلاثة، الإنهيبيتر أكتر يحصل إنهيبيشن، الإكسيتاتري أكتر يحصل إكسيتيشن، الاثنين قد بعض نو تشينج إن بوتنشال. لا، في احتمال رابع، لو الإكسيتيشن وصل فارينج ليفل هو ده الأهم، هيدي أكشن بوتنشال. نيجي بقى يا اولاد، قلنا الموتور نيرون بمعاده الاكشن بوتنشال بيطلع adjacent to the axon hillock، دي الموست اكسايتبل حتى قلنا، لان عندها لويست ثريشولد بيمشي ان بوث دايركشنز، في الداونرز في الاكسونز وريتروجريد في التواي باي، بيقول لنا يعني يمسح الكهرباء من على السيل عشان نستعد للنيو اكتيفيتي. طيب هنا اقول لك اديني مثال للجراند بوست سينابتيك بوتنشال، مثال لذيذ قوي. تعال ناخد المثال اهو، الجراند هو بيحصل عندنا دلوقتي. لو حضرتك المثانه البوليه بتملي بول، البلادر يعني جتس ديستندد، خلاص، يبقى هتبعت امبلسز اكسيتاتري للساكرال سنتر اللي هو السنتر ميكتريشن، تقول له عايزين نفضي البلادر مليانه تفضي. ده في الانفنت، في الطفل تحت سن سنتين يفضي على طول. حضرتك عندك هاير كنترول، يعني في عندك برين سنتر سوبرا سباينال سنترز، لو لقيت الوضع مناسب تبعت فاسيليتاتوري امبلس تقول فضي. لو قاعد في وسط ناس والوضع غير مناسب انك تفضي وهتبقى هتعملها على روحك، الانهيبيتوري سوبرا سباينال سنتر تشتغل، تعمل انهيبيشن انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال، تخلي المحصله لصالح انهيبيشن توقف الميكتوريشن ريفلكس. يبقى مثال سهل جدا. يبقى اذا الميكتوريشن سنتر في الساكرال ريجون بيتلقى اكسيتاتوري من البلادر لما تبقى ديستندد، واكسيتاتوري من الفاسيليتاتوري سوبرا سباينال سنتر لو لقيت الوضع مناسب، لان انا فضي، حضرتك قاعد في تواليت وتقدر تفضي، لكن في انهيبيتوري سنتر بيبعتوا انهيبيشن، فالمحصله اللي هتحدث هو ده الجراند بوست سينابتيك بوتنشال. لو المحصله في صالح الاكسيتيشن هتفضي، في صالح انهيبيشن هتمنع التفضيل.
ده المثال بتاعه. نيجي النقطة السابعة، أو آسف أنا لسه ما خلصناش البريسينابتيك إنهيبيشن والبريسينابتيك فاسيليتيشن، دول لسه هنعملهم. ركز معايا معلش، احنا قلنا المراجعة هتبقى المحاضرات طويلة شوية لأن احنا بنراجع محاضرتين ثلاثة في المحاضرة يا ولاد. المفروض إن أنت قاري مستعد وجاي تفهم أكتر. خدنا ثلاث أنواع من الكهرباء في البوست سينابتيك، اكسيتاتوري انهيبيتوري وجراند المحصلة. في البري عندي نوعين، في بري سينابتيك انهيبيشن وفي بري سينابتيك فاسيليتيشن. طيب ركز معايا دلوقتي، عشان انا اغير البوتنشال في البوست، مين اللي هيغير البوتنشال في البوست؟ كيميكال ترانسميتر بيطلع من البري. طب عشان اغير البوتنشال في البري يبقى لازم ثيرد نيرون، نيرون ثالث ياثر على البري يطلع كيميكال ترانسميتر يغير البوتنشال. يبقى لن تقوم قائمه للبري سينابتيك بوتنشال دون الاستعانة بثيرد نيرون. البري بيغير البوست، طب مين يغير البري؟ لازم نيرون ثالث يطلع كيميكال ترانسميتر يغير البوتنشال فيه. يبقى لو شرحت البري سينابتيك بوتنشال من غير ما تقول ثيرد نيرون هتاخد صفر، ادي اول معلومة. طب نوع السينابس هنا اكسون مع اكسون، اكزو اكزونيك، ثاني معلومة. طب نوع الريسبتور اللي هنشتغل عليه ميتابوتروبيك، مش هشرحه تاني بقى الميتابوتروبيك اللي هو سلو، تالت معلومة. يعني البري سينابتيك انهيبيشن فاسيليتيشن سلو. لو حضرتك عاوز تعمل انهيبيشن الثيرد نيرون ده هيبقى انهيبيتوري، هينتهي عند اكسيتاتوري بري سينابتيك نيرون هيمنعه من انه يطلع الترانسميتر هيعمل له انهيبيشن، يبقى انهيبيتوري. الثيرد نيرون ده انهيبيتوري هينتهي عند اكسيتاتوري يعمل له انهيبيشن. بينما لو الثيرد نيرون ده اللي بينتهي عند الاكسيتاتوري نيرون اكسيتاتوري هيخليه يطلع مور كيميكال ترانسميتر يبقى هيعمل فاسيليتيشن. يبقى تاني ظاهره البري سينابتيك انهيبيشن فاسيليتيشن، عد معايا. البري بيغير البوست، طب مين يغير البري؟ اول معلومه ثيرد نيرون. طيب نوع السينابس هنا اكسون مع اكسون يبقى اكزو اكزونيك. نوع الريسبتور ميتابوتروبيك يبقى سلو، ثالث معلومه. رابع معلومة لو عاوز تعمل انهيبيشن يبقى فيه انهيبيتوري نيرون هينتهي عند الاكسيتاتوري بري سينابتيك يمنعه من انه يطلع الكيميكال ترانسميتر. لو عاوز تعمل فاسيليتيشن اكسيتاتوري هينتهي عند الاكسيتاتوري يخليه يطلع مور كيميكال ترانسميتر. تمام؟ يبقى دي معلومات عامة. ازاي بنعمل انهيبيشن او فاسيليتيشن بري؟ قبل ما نوصل لو خليناه يطلع مور كيميكال ترانسميتر يبقى هيحصل فاسيليتيشن، يطلع ليس كيميكال ترانسميتر ليس هيحصل انهيبيشن. يبقى ده الفكره. تعال بقى نشرح البري سينابتيك فاسيليتيشن والبري سينابتيك انهيبيشن. يلا عد معايا ما بزهقش، تعال نقول معلومات تاني. يبقى في البري لازم تقول اول معلومه ان البري سينابتيك سواء كان فاسيليتيشن او انهيبيشن لازم يبقى فيه ثيرد نيرون، عد معايا اول معلومه. نوع السينابس اكزو اكزونيك، ثاني معلومة. نوع الريسبتور ميتابوتروبيك يبقى سلو، ثالث معلومة. هنا عاوز اعمل فاسيليتيشن يبقى الثيرد نيرون اكسيتاتوري، حتى فاهمين في الاخر هيزود الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر. نقول بقى المعلومات الخاصة، هيطلع سيروتونين خلاص، قلنا هيشتغل على ميتابوتروبيك اللي هو متصل بجي بروتين قلناه قبل كده، هيعمل سكند ميسنجر اسمه سايكليك اي ام بي قلناه قبل كده، ينشط بروتين كاينيز انزيم اسمه بروتين كاينيز A. الجي بروتين ده هيحول الادينوزين ترايفوسفيت الى سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت، ده السكند مسنجر. هينشط بروتين كاينيز A، ليه سموه بروتين كاينيز A؟ عشان بيتنشط بالسايكليك A AMP فسموه بروتين كاينيز A. ليه سموه كاينيز؟ لانه بيحرك فوسفيت جروب، هيفوسفوريليت بروتين اوف بوتاسيوم شانل، هيعمل فوسفوريليشن للبروتين بتاع البوتاسيوم تشانل،
فيعمل كلوجر اوف بوتاسيوم شانل. لما يحصل البوتاسيوم شانل فوسفوريشن تقفل تقفل، يبقى البوتاسيوم البوزيتيف بيتحبس جوه، يبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى يحصل ديلي دي او الديبولاريزيشن، يقعد مده طويله برولونج الديبولاريزيشن ويتاخر الريبولاريزيشن، يعني مده الاكشن بوتنشال تطول. واحنا قلنا الكالسيوم شانل كانت بتفتح بالاكشن بوتنشال، يبقى برولونجد اوبننج اوف كالسيوم شانلز تدخل اكتر كالسيوم، مور اكزوسايتوزيس، تطلع كيميكال ترانسميتر اكتر، يبقى تعمل ترانسميشن اكتر، نسميها بري سينابتيك فاسيليتيشن. يبقى تاني، يبقى في معلومات عامه ومعلومات خاصه. المعلومات العامه ان انا عاوز اعمل فاسيليتيشن، يبقى في ثيرد نيرون اكسيتاتوري، نوع اكسيتاتوري، الريسبتور ميتابوتروبيك يبقى سلو، نوع السينابس اكزو اكزوني. نيجي الكلام الخاص بقى، انا عاوز في النهايه ازود الكيميكال ترانسميتر. ايه الترانسميتر اللي بيطلع هنا؟ سيروتونين، دي مهمه جدا في الام اس كيو. ميتابوتروبيك يبقى ماسك في جي بروتين نمره واحد، يعمل سكن ميسنجر سايكليك ام بي نمره اثنين، ينشط بروتين كاينيز ايه نمره ثلاثه، اللي بيعمل فوسفوريشن للبوتاسيوم شانل نمره اربعه يقفلها، قفلها يبقى جوه بوست وبره نيجاتيف، يبقى عمل برولونجيشن للبولاريزيشن واخر الريبولاريزيشن، طول الاكشن بوتنشال، طول فتره فتح الكالسيوم شانل، دخل الكالسيوم عمل ريليس اكتر للكيميكال ترانسميشن وحصل الفاسيليتيشن. اهم حاجه يا اولاد هنا المثال ما بيتكتبش في كتب كثيره، هناخده حالا، اسمه سينستايزيشن اوف سينابس، ده مهم لسه يعني يثير اثاره السينابس. تعال ناخد الناحيه الثانيه، عاوز اعمل بري سينابتيك انهيبيشن. معلومات العامه، يبقى الثيرد نيرون انهيبيتوري دي نمرة واحد، ينتهي عندي ميتابوتروبيك ريسبتور نمرة اثنين، نوع السينابس اكزو اكزونيك نمرة ثلاثة. معلومات الخاصة بقى، يبقى اول ثلاث معلومات عامة. بدل سيروتونين هنطلع جابا، اظن الجابا ده يا كنا قلنا انه انهيبيتوري، جاما امينو بيتريك اسيد اور اذرز. اشتغل بثلاث طرق الجابا ده، مش هيقفل بقى الكالسيوم شانل، هيفتح الكالسيوم البوتاسيوم شانل، فهيزود البوتاسيوم إفلاكس، خروج البوتاسيوم، ويفتح الكلورايد شانل فيزود الكلورايد كونداكتنس. بوتاسيوم خرج بره بقى بره بوزيتيف، الكلورايد دخل جوه بقى جوه نيجاتيف، يبقى عمل ديبولاريزيشن. بس هذا الديبولاريزيشن بيعمل ايه يا اولاد؟ بيزود دخول الكالسيوم، عمل هايبر بولاريزيشن. الهايبر بولاريزيشن قفل الكالسيوم شانل، منع الكالسيوم انفلكس، فمنع ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. طيب في طريقه ثالثه بيشتغل بيها، ان ممكن الجابا ده من غير كالسيوم خالص خالص، نوت ريليتد تو كالسيوم انفلكس، يمنع ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. مفيش ريليس لكيميكال ترانسميتر، وقف السينابتيك ترانسميشن، يبقى حصل انهيبيشن. بس الشغل على مستوى مين هنا؟ على مستوى البري سينابتيك نيرون، فسموها بري سينابتيك انهيبيشن. يبقى تاني يا ولاد، تاني يا ولاد، معلش هيبقى الفيديو طويل شويه، انت بقى قسمه في السماء على اجزاء. ثلاث معلومات عامه بتتكلم على بري سينابتيك انهيبيشن. معلومات العامه ان في البري سينابتيك لازم استعين بثيرد نيرون، عاوز اعمل انهيبيشن يبقى انهيبيتوري، ادي اول معلومه عامه. نوع السينابس اكزو اكزونيك، تاني معلومه عامه. نوع ريسبتور ميتابوتروبيك، ثالث معلومه عامه. في المعلومات الخاصه طلع جابا اللي هو انهيبيتوري كيميكال ترانسميتر، يبقى الانهيبيتوري ده بيوبن الكلورايد والبوتاسيوم، دول طريقتين، فيزود الكلورايد كوندكتنس يبقى جوه مور نيجاتيف، ويزود البوتاسيوم افلكس يبقى بره مور بوزيتيف، يبقى عمل هايبر بولاريزيشن. الكالسيوم شانل بتفتح بالدي بولاريزيشن، هنا في هايبر بولاريزيشن، يبقى قفل الكالسيوم شانل، منع الكالسيوم انفلكس، فيش كالسيوم دخل، مش هيحصل ريليس للكيميكال ترانسميشن، يبقى حصل انهيبيشن. في طريقه ثالثه بقى، يبقى اول طريقه بالبوتاسيوم، ثاني طريقه بالكلورايد، ثالث طريقه دايركت نوت ريليتد تو كالسيوم انفلكس خالص، وقف ريليس كيميكال ترانسميتر من غير ما ينقص كالسيوم انفلكس، يبقى ثلاث طرق، فحصل انهيبيشن. دي احسن مثال ليها هناخده في البين كنترول سيستم، ان البين ده شيء مؤلم جدا، فربنا عشان يخفف عندنا وطئه البين خلى ان البين سينابسز نعمل لها انهيبيشن عشان ما نحسش البين،
عن طريق مين؟ البري سينابتيك مش بوست سينابتيك. نيجي لحاجة مهمة جدا يا أولاد، وأنا عارف إن في ناس كتيرة لو ما قلتهاش بقولها للزملاء الأصغر سنة الأوائل. واحد بيسألني بيقول لي هو يعني انت كلمتنا عن ثلاث انواع من البوست سينابتيك بوتنشلز، واتكلمتنا عن نوعين في البري سينابتيك، ممكن استيميليت وممكن انهيبيت، وفي البوست ممكن اكسيتاتي ممكن انهيبيت ممكن جراند. امتى نستخدم البري سينابتيك وامتى نستخدم البوست سينابتيك؟ لو ما سمعتهاش من عبد الله عمرك ما تفهمها. فركز معايا، سي ان اس يا اولاد هو اعقد الاجهزه في الجسم وعاوز ناس فاهمه قوي عشان تتكلم عنه. يعني هنا ده البوست سينابتيك نيرون واخد 3 بري سينابتيك اهو. امتى نعمل انهيبيشن للبوست سينابتيك؟ ايه الفرق بين ان انا انهيبيت البوست سينابتيك او انهيبيت البري سينابتيك؟ الرسمه الحقيقه جاوبت السؤال بطريقه رائعه. لو حضرتك عاوز توقف كل السيجنالز اعمل بوست سينابتيك انهيبيشن، هتوقف كل السيجنال هتجيله مش هتمر، يبقى اول. لكن لو حضرتك عاوز تعمل سيلكتيف انهيبيشن او سيلكتيف فاسيليتيشن، لو كنا بنتكلم على الفاسيليتوري لانفورميشن لسيجنال معينه، اشتغل بري سينابتيك. يعني عاوز تبقي الانفورميشن دي عادي، لكن عاوز توقف دي او عاوز تزود دي فتعمل بري سينابتيك. معظم الكتب عندنا مش كبه، متى ليه ربنا عمل بوست وليه ربنا عمل بري، وبدون ما تفهم ليه مش هتحب المعلومات. لو انت عاوز توقف كل الانفورميشن او كل السيجنال او تفاسيليتيت كل السيجنالز كله اشتغل على البوست. لو عاوز تأثر على واحدة دون غيرها سيلكتيف على صم، اشتغل على البري. يبقى دول مش هتأثر، يبقى انت بتأثر على حاجة سيلكتيف. يبقى ده أصعب سؤال النهاردة اللي هو السينابتيك بوتنشلز، واحد من أصعب المواضيع في السي ان اس. يبقى مرة أخرى هراجع العناوين الأساسية بس يا ولاد. إحنا عندنا بري سينابتيك نيرون وبوست سينابتيك نيرون، فأنواع البوتنشل يا إما بوست سينابتيك بوتنشل يا بري سينابتيك بوتنشلز. هنا كام؟ 3. في البوست سينابتيك ممكن أعمل إكسيتاتوري أو إنهيبيتوري أو محصلة جراند بوست سينابتيك بوتنشل. وقارنا الانهيبيتوري بالاكسيتاتوري في الخمس نقط وقلنا جراند ومحصلة. اما البري انت قلت في جمل عامه انك البري بيأثر على البوست. طب مين يأثر على البري؟ لازم سير نيرون. لو عاوز تعمل انهيبيشن يبقى انهيبيتوري، عاوز تعمل اكسيتيشن يبقى اكسيتاتوري. طب نوع السينابس قلنا اكزو اكزونيك. طب نوع الريسبتور ميتابوتروبيك. لو طلعت سيروتونين هتعمل فاسيليتيشن، طلعت جابا جابا انهيبيتوري هتعمل انهيبيشن. ازاي؟ ان في النهايه هتطلع كيميكال ترانسميتر اكتر في الفاسيليتيشن، لانك هتعمل دي ديبولاريزيشن بالسيروتونين، وهنا في النهايه هتمنع طلوع الكيميكال ترانسميتر فهتعمل انهيبيشن. والمثال في الانهيبيشن اللي هو الكنترول اوف بين، والمثال هناك السينستايزيشن اوف سينابس. مش عايز اكتر من كده، حضرتك تعيد الفيديو تاني. انا عارف انها بتبقى طويله، ان احنا بناخد 3 4 محاضرات عشان خاطر تتابع القصه. فاضل لي سؤالين اسهل والطف، وانتوا عارفينهم يا اولاد الى حد ما. كاركترز ده النقطه السابعه، والفاكتورز افكتنج سينابتيك ترانسميشن. ابتدي بالكاركترز والسينابتيك ترانسميشن. Characters of synaptic transmission. وأقول ما أقرب اليوم البارحة. الكاركترز of synaptic transmission 4 منهم 3 أهم. هم خدناهم مع النيورو ماسكولار ترانسميشن سنة أولى. ما هو عند النيورو ماسكولار ترانسميشن في سينابس. بس بدل ما بين نيرون ونيرون، ما بين نيرون النيرف وما بين ماسل. إنما هي هي. فتعالى بقى إيه نشوف الحته دي. فاكر اول 3 هناك كانوا هقولهم لك بنفس السجع اللي سمعته بيه، يوني دايركشنال ديلي فاتيج. كنا قلنا هناك 3 من الـ4 خدناهم قبل كده.
ان الكيميكال سينابسس الكيميكال ترانسميشن بيتميز بانه يوني دايركشن اتجاه واحد في ديلي وفاتيج تعب. يوني دايركشن بيسموها ساعات فورورد دايركشن، وده اول نوع في الام اس كيو. فورورد دايركشن بيحدث من البري سينابتك نيرون الى البوست سينابتك نيرون، لان البري هي اللي عندها الكيميكال ترانسميتر والبوست هي اللي عندها الريسبتور. يبقى فروم بري تو، معلش ثبتها كده بعد اذنك، من البري للبوست. خد بالك بقى اول نوع في الام اس كيو يجيبها لك ايه؟ يبتدي الجمله صح فالطالب اللي مش مدقق يحسبها صح وبقيه الجمله غلط. فورورد دايركشن لو قال لك فروم بوست تو بري غلط، هي لازم تبقى فروم بري تو بوست. فاول نوع في الام اس كيو يستلزم ان اول الجمله صح واخرها غلط، فانك في كل جمل الام اس كيو، في كل جمل الام اس كيو كمل الجمله الاخر. تاني حاجه سينابتك ديلي، كنا هناك خدناها نيورو ماسكولار ديلي، نفس العدد 0.5 ملي سكند، نص ملي سكند، يعني واحد على 2000 من الثانيه، على اساس السكند 1000 ملي سكند، دي نص واحد على 2000. ليه؟ لان قلنا عبال ما الكيميكال ترانسميتر يبقى ريليزد ويعدي الكليفت ويمسك في الريسبتور ويعمل تشينجز ونعمل سميشن، ده بياخد وقت. السينابتك ديلي نص ملي سكند. تاني نوع في الام اس كيو قلته لك السنه اللي فاتت للناس اللي بيحضروا معايا اول مره، ما بيلعبوش في الرقم، بيلعبوا فيما هو حوله. يبقى السينابتك ديلي قد ايه يا اولاد؟ نص ملي سكند، ده الصح اللي هي اللي فوق. ممكن يجيبها لك بصوره غلط، شوف ما لعبش في الخمسه، الخمسه موجوده اهي، شال بدل 0.5 كتب لك 5 ملي سكند غلط، او كتب لك 0.5 مش ملي سكند، يبقى لعب حواليها، هنا شال الاو بوينت وهنا شال الام. عشان تبقى صح يا اولاد 0.5 ملي سكند خدناها وقلتها سلفت وبقولها تاني. هنزود حته صغيره هنا بقى، حاجه جديده اسمها توتال ريفلكس تايم. يعني ايه توتال ريفلكس تايم؟ اللي هو الزمن بين اعطاء المؤثر الاستيمولس وظهور الاستجابه اللي هي ريسبونس. تايم بتوين ذا ابلكيشن اوف ذا ستيمولس اند ابييرنس اوف ريسبونس. وده بنضيع وقت في ثلاث حاجات في اي ريفلكس يا اولاد. كوندكشن في الافرنت، سنترال ديلي اللي هو بيعتمد على عدد السينابس، كل سينابس هتتعطل جواها نص ملي سكند، كل سينابس نص ملي سكند، وكوندكشن تايم في الافرنت. ده سؤال شافه، ايه هو التوتال ريفلكس تايم؟ قول معايا، تايم بتوين حاجتين، application of a stimulus to receptor و appearance of response in the effector organ. time ما بين stimulus و response، وبيشمل ايه هيسألك؟ تقول له conduction في الافرنت، central delay اللي هو depends على number of synapses، و conduction في الافرنت. ده سؤال شافه. نيجي سؤالين MSQ يجيب لك مسائل، ده تالت نوع في MSQ يجيب لك مسألة يقول لك احسب لي عدد السينابسز لو كان السنترال ديلي، احنا قلنا السينابس بنص، فلو انا عديت في تو سينابسز نص ونص يبقى 1 ملي سكند. هيجيبها لك بالعكس، يقول لك لو كان السنترال ديلي 1 ملي سكند يبقى في كام سينابس؟ الواحد عباره عن نصين، تقسم السنترال ديلي على نص يطلع 2، يبقى في تو سينابس. بقولها بطريقه لطيفه يا اولاد وسهله، يعني انت عارف الواحده بنص، لو انا اتعطلت جوه السنترال نيرفوس سيستم 5 ملي سكند يبقى دول يضيعوا في كام سينابس؟ الواحده بنص هقول لك بلغه الفلوس مش هتنساها ابدا، 5 جنيهات مصريه تفكها كام؟ نص جنيه، اظن عمرك ما بتغلط فيها. تقسم 5 على نص يبقى 5 على 1 ويطلع ال 2 فوق يبقى 10، 10 تنصاص. فانت السنترال ديلي اللي هيديهولك تقسمه على نص يطلع عدد السينابس، سهل، 5 جنيه بتفكها 10 انصاص، الجنيه تفكه نصين. طيب ممكن يصعب لك المساله يقول لك قول لي عدد الانتر نيورونز. خد بالك لو في سينابس واحده يبقى ما فيش انتر نيورون بين الافرنت والافرنت، انما لو في 1 انتر نيورون اهو يبقى هنا سينابس ما بين الانتر نيورون والافرنت وسينابس ثانيه ما بين الافرنت والانتر نيورون، يبقى في تو سينابسز يبقى في 1 انتر نيورون.
يبقى خلصنا. خد القاعدة ان الانتر نيرونز تقل واحد عن عدد السينابس. لو مفيش انتر نيرون خالص بيبقى الافرنت التقى بالافرنت وان سينابس يبقى مفيش انتر نيرون. انما لو فيه وان انتر نيرون يبقى هنا سينابس وهنا سينابس يبقى تو سينابس وان انتر نيرون. يبقى بعد ما تجيب عدد سينابس اطرح منها واحد يبقى ده عدد الانتر نيرونز. لو صعب يبقى النمبر انتر نيرونز تملي يساوي عدد السينابس ماينس وان. مسألة. طيب نيجي تالت خاصية الفتيج. فتيج قلناها السنة اللي فاتت يا ولاد. لو اديت لأي فاكر للنيرف لو اديت له rapid repeated stimuli بعد شوية مفيش ترانسميشن. ليه؟ خلص الكيميكال ترانسميتر. يبقى الفتيج الكوز بتاعه rapid repeated stimulation. ما هو كل stimulus بيطلع شوية كيميكال ترانسميتر. لما تدي rapid repeated يخلص الكيميكال ترانسميتر. يبقى الكوز rapid repeated stimuli. طب ايه الميكانيزم؟ هنزود شوية السنة دي. البري سينابتيكو ده السبب الاهم خلص الكيميكال ترانسميتر حصل له اكزوشن. بس في سبب تاني البوست سينابتيك الريسبتور قل الريسبونس بتاعه حصل له ان اكتيفيشن. برضه اقول لك بطريقه سهله قوي يا اولاد. انا مش انا قلت لكم يا اولاد انه الكيميكال ترانسميتر هو الليجند لوحده ان اكتيف، الريسبتور لوحده ان اكتيف. امتى يبقى اكتيف؟ الريسبتور ليجاند كومبلكس لما الاثنين مع بعض اكتف. فايه اللي خلاه ما اشتغلش؟ يبقى بالعقل في سببين يعني بالفكاكه كده، يا خلص الكيميكال ترانسميتر من البري يا الريسبتور في البوست بقت ان اكتف مفيش ريسبونس. في سبب ثالث ممكن تجيبه، يعني انت الاكتيفيتي سببها كيميكال ترانسميتر ليجاند ماسك في ريسبتور. طب مفيش اكتيفيتي، يا الترانسميتر خلص من البري يا الريسبتور بطل يريسبوند. طب النقطه الامبورتنس، هل الفتيج ظاهره صحيه ام ظاهره مرضيه؟ قلناها قبل كده ولا ظاهره صحيه لانه بيمنع اوفر اكسايتيشن اوف سنترال نيرفس سيستم. والمثال ابيليبتيك فيت. هديك المثال، لو انا عندي بؤره صرعيه في مخي يبقى تعمل لي كونفالشن، تشنجات من ضمنها هيحصل سبازم في الريسبيراتوري مسل، مش قادر اتنفس سبازم، ممكن اموت مختنق. ما تخافش، البؤرة الصراعية هتقف بتلقاء نفسها، هتخلص كيميكال ترانسميتر فتقف النوبة. النوبة بتجهد نفسها. فالفتيج هنا عمل ايه؟ خلص الكيميكال، خلصان الكيميكال ترانسميتر هنا عمل ايه؟ وقف النوبة، منع الاوفر اكسايتيشن اوف سي ان اس. شوف الروعة في الخلق. يبقى حتى الظاهرة اللي اسمها فتيج تعب شكلها وحش تبدي انها وراء الخلق خالق. الفتيج بيمنع الاوفر اكسايتيشن اوف سنترال نيرفس سيستم، لان لو استمرت نوبه الصرع وانا المصل بتاعت الريسبيشن في حاله تشنج هيتوفاني الله. فربنا لرحمته خلص الترانسميتر توقفت النوبه. يبقى اول ثلاثه بس معدلين شويه عن سنه اولى. يوني دايركشنال ديلي فتيج خدناهم، فورورد دايركشن سينابتيك ديلي اند فتيج. فين الخاصيه الرابعه بقى اللي هي السينابتك بلاستيستي يا أولاد؟ دي عرفوها في سنة 1966، يعني تعتبر جديدة جدا. درسها اتنين اللي هما لومو وبليس. لومو بليس درسوا الخاصية دي، درسوها في الأرنب في حتة اسمها الهيبوكامبس في المخ بتاع الأرنب اللي هي حصان البحر. شكلها زي حصان البحر حتى يسموها حصين كده. دلوقتي ده ما بيتقالش معظم الجامعات عندكم، عشان كده انا هانهي دي في الاخر، اللي يحب يسمعها يسمعها، اللي ما يحبش السكين اللي هو السينابتيك بلاستيستي. سينابتيك بلاستيستي كما يروح الاسم الحاجه البلاستيك قابله للتغير، اهي شايف اقدر اغيرها. يبقى هي ودي من روائع الخلق والخالق الابيليتي تو تشينج السينابتيك ترانسميشن. ممكن اغير السينابتيك ترانسميشن اخليه اقوى او اضعف، يبقى زوده اغير امبليتيود او اغير ديوريشن اطول او اقصر، يعني استرينثن او اعمل ويكنينج، اعمل لينثنينج او شورتنينج. يبقى دي اول نقطه ديبيندينج على ايه؟ شوف العظمه كل حاجه ربنا عملها لصالح البشر ديبيندينج على الديماندز الاحتياج.
وبيزد على past experience خبرة سابقة. يبقى تعريف السينابتك بلاستيستي ثلاث كلمات للأوائل. الابيليتي تو تشينج، قلنا يتقوي يتضعف يتطول يتأثر according to demands حسب احتياجك based on past experience. وطالب قال لي انا متوقع انه يبقى اربعة انواع، لان يا اما هأثر short term او long term، وكل واحدة يا اما ضعفها يا قويها، يا inhibition يا potentiation. يبقى لازم يبقوا في الاساس اربعة انواع، لكن هنشوف هما في نوع خامس زيادة، بس يعني هو في potentiation مرتين في short term، في نوعين من potentiation في short term. انما التفكير العام يقول هستسمحكم ان انا ارجع الحته دي الاخر عشان اخلص السؤال الثامن، واللي عاوز يسمعني في سينابتك بلاستيستي يبقى يكمل معايا، اللي ما عندوش في الجامعه اتس اوكي، بس انا عارف ان هنا بياخدوها. انت تقولها بس كعنوان لما يجي لك كاركترز، تقولها كعنوان سينابتك بلاستيستي ثلاث كلمات في الديفينيشن. The ability to change زي البلاستيك، ability to change according to demands based على past experience. انت بتغير المده يبقى في short term و long term، يتقوي يتضعف يبقى فيه inhibition وpotentiation. السؤال الأخير بقى النقطة الثامنة في السينابس يا ولاد، اللي هو factors affecting synaptic transmission. اللي قبل كده كان أربعة characters، متلخبطش، characters كانوا أربعة: unidirectional delay fatigue وsynaptic plasticity. نيجي الفاكتورز. factors هنقسمها إلى ثلاث مجموعات. السينابسز بتتأثر بالكمبوزيشن بتاع الانترنال انفايرومنت اللي هي الاكسترا سيلولار فلويد اللي حوالين السينابس، ما هو البيئه الداخليه حوالين السينابس هي الاكسترا سيلولار فلويد، واثنين دراجز، وثلاثه ديزيزز. يبقى ثلاث حاجات: الكمبوزيشن بتاع الانترنال انفايرومنت والدراجز والديزيز. نبتدي الكمبوزيشن. كل حاجه عملتها لك ولا بطريقه تحفظ، في اربع حاجات لو تغيروا في الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو البيئه الداخليه حول السينابس هتاثر في السينابتك ترانسميشن. افتح ودنك. الجميل ان الاربعه بحرف الاتش، شايف انت منور في الصفحه. لو اتغير الهيدروجين اين كونسنتريشن او بطريقه تانية البي اتش، يعني حصل الكالوزيس او اسيدوزيس، خلاص. لو نقص الاوكسجين هايبوكسيا، لو نقص الجلوكوز هايبوغلايسيميا الاتش الثالثه، او لو نقص الكالسيوم هايبوكالسيميا. يبقى حلوه، امتلك بطريقه جميله في الحفظ. الاربع حاجات اللي هتغيروا في الاكسترا فلويد كلهم بحرف الاتش. نيجي اهمهم تغير الهيدروجين اين اللي هو البي اتش. الالكالوزيس بتزود الترانسميشن فتعمل كونفالشنز. انا هنا عاوز اجاوبك على حاجتين: ازاي والسيجنيفيكانس. احنا هنتميز بان نعرف السيجنيفيكانس. لو انا عندي الكالوزيس، الكالسيوم ما بيدوبش في الوسط الاسيديك، فالكالسيوم هيترسب. طب الكالسيوم ده كان هو اللي بيحرس الفولتج جيتد صوديوم شانل، يعني اللي واقف هناخدها في الاندوكراين بيمنع دخول الصوديوم هو الكالسيوم. صوديوم بوزيتيفلي تشارجد والكالسيوم عنده اثنين بوزيتيف تشارجز. فانت لو الوسط بقى الكلاين الكالسيوم مش دايب مش تشارجد، يبقى الصوديوم يدخل كتير فيزود السينابتك ترانسميشن يعمل كونفالشنز. ده الميكانيزم. نتميز احنا بقى بالسيجنيفيكانس. طيب تعال نتفرج. احنا عندنا جسمنا 50% منه عضلات، 40% سكيليتال ماسلز، و10% كاردياك سموث ماسل. لا تنتج غير احماض، يعني هي بتنتج احماض بس لاكتيك اسيد. يبقى لو انا عندي الكالوزيس، يبقى المفروض ازود انتاج الاحماض ولا اقللها؟ اللي يعالج الالكالوزيس ان انا انتج احماض زايده. فشوف العظمه الالهيه، ربنا خلى الالكالوزيس يعمل كونفالشنز يزود السينابتك ترانسميشن فيعمل كونفالشنز، فالاحماض تنتج اكثر فتعادل الالكالوزيس. يعني تملي بقولها يا اولاد: اعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. يعني حتى المرض يدل على انه وراء الخلق خالق، واستعجب ان يجب ملحدين بعد كده. اقول لك حاجه جميله بقى، التطبيق الاكلينيكي. عيان عنده
epileptic epilepsy بيجي له نوبات من الكونفالشنز. انت عارف ايه اللي هيزود الكونفالشنز؟ الالكالوزيس. يبقى تقول له عليك ان تتفادى الالكالوزيس. يعني ايه؟ تقول له اوعى تروح مكان تعمل فيه هايبر فنتيليشن، ما تبقاش ستريسد وتروح تحضر ماتش كوره وتنفعل فتحصل هايبر فنتيليشن فتفقد كربونيك اسيد فيحصل لك انت الكالوزيس، يحصل لك كونفالشنز. يبقى اي عيان عنده كونفالشنز، عنده تشنجات، الالكالوزيس بتزود التشنجات، يبقى يتفادى الهايبر فنتيليشن عشان ما يحصلوش الكالوزيس. شوف الروعه اللي بعدها، الاسيدوزيس يا اولاد. لو انا عندي اسيدوزيس، ربنا خلى الاسيدوزيس تقلل السيبتيك ترانسميشن. ازاي؟ في الوسط الاسيديك كالسيوم بيدوب، يبقى الانايز كالسيوم هيزيد يمنع دخول الصوديوم، يبقى الصوديوم مش هيدخل، مش هيحصل ديبولاريزيشن، يبقى يتوقف السينابتيك ترانسميشن فيحصل كوما زي في الدايبيتس ميليتس. وبنفس الوقت لو انا عندي اسيدوزيس حامضيه، يبقى المفروض اعمل ايه في انتاج الاحماض؟ واحد اوريدي عنده حامضيه زي الدايبيتس ميليتس، يبقى المفروض ما ينتجش احماض. طب منا قلنا مين اكتر حاجه بتنتج الاحماض؟ المصل 50% من الجسم، 40% سكيليتال، و10% سموث وكاردي، بتطلع لاكتيك اسيد. فشوف العظمه اللي هي ربنا خلى الاسيدوزيس تقلل السينابتيك ترانسميشن لدرجه شخص يرقد بلا حراك، كوما، يتوقف تماما، مفكومة، مش هينتج اي لاكتيك اسيد يسكر عشان خاطر الاسيدوزيس ما تزيدش. يبقى مرة أخرى أعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر. شيء رائع لما نفكر فيها بهذه الصورة. يبقى وراء الخلق خالق قوة عاقلة حتى المرض، إن أنا جسمي العضلات بتنتج أسيدز، يبقى في الألكالوزيس عاوزين الأسيدز، يبقى يحصل كونفالشنز، يبقى الألكالوزيس يزود السينابتيك ترانسميشن. في الأسيدوزيس مش عاوز أي أسيدز، يبقى الأسيدوزيس يوقف العضلات، يبقى يوقف السينابتيك ترانسميشن. الميكانيزم سهل جدا، بالكالسيوم. في الالكالوزيس كالسيوم ما يدوبش، فالصوديوم يدخل اكتر، يبقى السينابتيك ترانسميشن يزيد، يحصل كونفالشنز. في الاسيدوزيس الكالسيوم بيدوب كويس، يبقى يمنع دخول الصوديوم، بيبقى ايونايز، يمنع دخول الصوديوم، يبقى ما فيش اي حركه، يبقى كوما. شيء رائع. طيب نيجي هايبوكسيا. ده تفتكر هايبوكسيا لو واحد خنق واحدة هيجيله كوما، لأن البرين بيستخدم أكسجين، خمس تلات لخمس ثواني يحصل لك كوما غيبوبة. برونج الهايبوكسيا لو واحد قلبه وقف أثناء جراحة، يعني البرين مش رايح لأكسجين لمدة طويلة، يحصل له برين دامج، ممكن حتى بعد ما نحاول نشغل قلب تاني العام خلاص بقى برين ديد، مخه مات. يبقى تلات لخمس ثواني تعمل كوما، برونج هايبوكسيا تعمل برين دامج. نيجي هايبوغليسيميا، خد معلومة جميلة قوي. The only fuel used by the brain is glucose. البرين ما بيستخدمش غير جلوكوز. وعليه تتوقع لما يحصل هايبوغليسيميا، نقص في جلوكوز الدم، ده يؤدي إلى كوما، لأن الجلوكوز is the only brain fuel. طيب نيجي هايبوكالسيميا، خدناها قبل كده أولاد، كنا قلت مين أهم آين بيأثر في الإكسيتابيلتي بتاعت الجسم؟ الأيونايز كالسيوم. لسه قايلينها، لو قل الايونايز كالسيوم يبقى الصوديوم يدخل، مفيش حرس على بوابات الصوديوم، الفولتج جيتد صوديوم شانل، مفيش كالسيوم، الصوديوم يدخل يعمل ديبولاريزيشن يزود الاكسيتابيلتي. لو الايونايز كالسيوم كتير هيمنع دخول الصوديوم، يبقى ما يحصلش ديبولاريزيشن يقلل الاكسيتابيلتي، علاقه عكسيه اللي هي الارجوحه دي. يبقى واحد من اهم المعلومات في الطب، مين اهم ايون يتحكم في الاكسيتابيلتي؟ ما تقوليش كالسيوم، ايونايز كالسيوم. لأن قلنا في سنة أولى كما قوة شمشون في شعره قوة الكالسيوم في التشارجز، يبقى في علاقة عكسية بين الأيونايز كالسيوم والإكسيتابيلتي. هايبوكالسيميا تزود الإكسيتابيلتي، هايبركالسيميا تنقص الإكسيتابيلتي. يبقى كم حاجة مهمة في الانترنال انفايرمنت، في الإكسترا سيلولار فلويد اللي حوالين السينابس، أثرت في الترانسميشن فاكتور. أربعة بحرف الـ H، هيدروجين أيونز أو pH، هايبوكسيا، هايبوغليسيميا اند هايبوكالسيميا. نيجي للدراجز يا اولاد، من اتنين هناخد
دراجز بتزود السينابتك ترانسميشن، انتوا عارفينها، مش ضروري تحفظ كل الاكزامبل لطالب ذكي. حضرتك اعجبت بالمحاضره عاوز تذاكرها، تقول لهم اعملوا لي فنجان قهوه كافيين، وزي الشاي اللي هي الثيوبرومين والثيوفيلين في الشاي بيزودوا السينابتك ترانسميشن، عشان كده بيخلوك تصحصح الشاي والقهوه. وقلت ان من احسن مشروب يعني منظمة الصحة العالمية بتنصح بيه ان الانسان ياخد 2 cups of coffee per day، فنجانين قهوة مش اكتر من كده. ليه بقى؟ لانه بيزود ضربات القلب، وفي الاخر بيعمل لك نيروزس، يعني من كتر ما هو بينشط سي ان اس يحصل لك توتر. فنجانين قهوة للناس اللي ما عندهاش مشاكل في القلب، اللي عنده مشكلة في القهوة في القلب ما ياخدش قهوة. وفي ميزة تاني في القهوة في فقر المعلومات العامة، انه بيمنع الليفر كانسر. كافيين ده اكتر مشروب بينصح بيه الاطباء، فنجانين قهوه في اليوم. الشاي مش بطال بس القهوه اهم. طيب نيجي حاجات بقى بالعكس تقلل الترانسميشن. انالجيزيك، كلمه من شقين، ان يعني لا، او الجيزي يعني الم، انالجيزيك يعني لا الم، مسكنات الالم. هيبنوتكس، منومات. انستيتيك، الثيزيا يعني احساس، انستيزيا تبقى لا احساس اللي هو تخدير. يبقى الجيزي يعني الم، ان يعني لا، انالجيزيا توقف الالم، ان الثيزيا توقف الاحساس اللي هو التخدير، هيبنوتيك يعني تنويم. يبقى كل دول هيعملوا ايه عشان خاطر نخدرك او نسكن الالم او ننيمك، نقلل السينابتك ترانسميشن. بيشتغلوا ازاي دول؟ عن طريق الثنسز، يقللوا الثنسز او الريليس او الابتيك بتاع الكيميكال ترانسميتر، مش ضروري الثلاثه، يعني كل ده بيوقف حاجه من الثلاثه او الثلاثه، الثانسز والريليس والابتيك اوف كيميكال ترانسميتر. طيب نيجي ثالث دراج مهم اسمه ستريكنين، بيجي في الام اس كيو كتير قوي. ستريكنين ده ساعات بياخدوه الناس خطا في النباتات. ده بص بيعمل ايه الاستريكنين ده؟ بيكمبيت مع الانهيبيتوري كيميكال ترانسميتر ات بوست سينابتك نيورونز، يعني بيوقف الانهيبيشن، بيوقف الانهيبيشن عند البوست سينابتك. مفيش انهيبيشن، مفيش انهيبيشن، بيوقف الانهيبيشن يبقى يحصل اكسيتيشن كونفالشنز، العضلات تنقبض اقوى، وسبازم وديث. برضو احب فقر المعلومات العامه في الهورس ريسينج، في سباق الاحصنه، حاجه الليجال غير قانونيه، ساعات يحطوا الحصان سنه ستريكنين يوقف الانهيبيشن عند بوست سينابتك نيورونز، فالعضلات تشتغل اكتر بتاع الحصان فيكسب السبق. عشان كده الحصان اللي بيفوز بياخدوا عينه من البول، اذا لقوا فيها ستريكنين يبقى ده فوز جائر خطا، يتشطر الحصان ده والراجل بتاعه من السبق، لان ده بياخد عقار. يبقى الاستريكنين بيستخدموه في الهورس ريسينج، لكن لو الانسان كله خطا مع النباتات من كتر العضلات هتنقبض هيحصل فيه convulsions وسبازم وديث. بيشتغل ازاي؟ سؤال ام اس كيو. بيكمبيت مع الانهيبيتوري كيميكال ترانسميتر. طب نيجي للديزيزز يا اولاد، كلام مهم قوي ولطيف جدا. في نيوروتوكسينز، تو نيوروتوكسينز عندنا يعني بيبوظوا النيرفز. عارفين التيتانوس توكسينز، ساعات الواحد حتى ما يتعور بيدوله حقنه تيتانوس، ده جرثومه بتاع اللي بتطلق التيتانس توكسين اسمها كولستريديوم تيتاناي، هتاخدوها في البكتيريولوجي، بتنتج توكسين اسمه تيتانس توكسينز. الاول لكم معلومات عامه لطيفه عنه، التيتانس توكسين ده موجود، افتح ودانك، في روث البهائم بس، يعني في البراز بتاع البهائم. يبقى لما حضرتك تتعور في البيت مفيش داعي تاخد حقن التيتانس، لان مفيش بهائم مفروض يعني باذن الله في المنزل، ليه تاخد؟ لما تتعور في الشارع ممكن يبقى فيه بهيمه مشيت وفي بقايا راس، تاخد حقنه التيتانس. طيب بيشتغل ازاي التيتانس ده؟ بيمنع الريليس بتاع الانهيبيتوري كيميكال ترانسميتر اللي هو الجابا والجلايسين، فاكرهم؟ خلوهم ما يطلعوش، مفيش انهيبيشن يبقى العضلات تشتغل اكتر لدرجه تتشل من كتر الشغل، يسموها دي اهم كلمه في الام اس كيو، سباستيك باراليسيس، يعني من كتر ما مفيش انيبيشن للعضلات بقت في حاله سباز حصل لها باراليسيس. تشخصها ازاي؟ اللي عنده هذا النوع
بيبقى عنده لوك جو، يعني مش قادر يفتح فمه، بيسموه حتى بيتر سمايل. يبقى العين عامل كده الابتسامة المرة، وارشد باك لما ينام على السرير تقدر تدخل ايدك تحتيه وهو نايم على السرير، ارشد باك ولوك لوك يعني مقفول جو، بيتر سمايل. العلاج ما فيش علاج ولا حاجه، لازم انت لما تتعور قبل ما يحصل لك الكلام ده تاخد حقن التيتانوس، ده بريفنشن مش علاج، لكن لو حصلت لك خلاص بريفنشن. بندي تيتاني توكسويد فاكسين، لما تتعور نديك فاكسين يقيق، يبقى ده بريفنشن. طيب في بوتيوليزم توكسينز، ده برضو نيورو توكسين بيطلع برضو من جرثومه اسمها كوليستريديم، بس نوع تاني بيطلع بوتيوليزم توكسين. ده موجود فين برضو فخر المعلومات العامه؟ في الكان فود، اللي هي الأغذية اللي هي محفوظة في صفائح لو تلوثت بهذه الجرثومة، ده بيبلوك مش بقى الريليس بتاع الانهبيتوري، بيبلوك الريليس بتاع الأسيتايل كولين اللي هو أساسا إكسيتاتوري على الباصلز. فما توقف الإكسيتاتوري العضلات ما تشتغلش، يحصل باراليس، بس عضلات مرتخية مش متشنجه، يبقى فلاسيد بارالسيس. هناك كان سباستيك بارالسيس لانك وقفت الانهبيتوري فحصل سباست، هنا وقفت الاستايل كوين اللي بيكونتراكت المصل فحصل فلاسيد بارالسيس، فيحصل دروبينج اوف ابر ايليد اللي هو توزيس. لو عاوزها كلها بحرف الدي، دروبينج اوف ابر ايليد، ديبلوبيا يعني تشوف الحاجه دبل فيجن، ما هو عينيك تبقى حوله كده تشوف الحاجه اتنين، ديس ارثيا مش عارف تتكلم، articulation عن الكلام، دي ارسيا صعوبة الكلام، ديسفيجيا صعوبة البلع. وخمسة لعشر مئة من الناس بيموتوا. هنا في علاج بقى، حتى لو حصلت لك عندنا علاج، نديك الانتي توكسين. هناك كان prevention، لازم قبل ما تحصل نديك الفاكسين، انما هنا بندي الانتي توكسين وهي فيتال في خمسة عشر مئة. بنسمع يا اولاد ان البوتوكس ده ليه therapeutic uses، يعني لو استخدمنا جرعات صغيرة من هذا البوتوليزم توكسينز يسموه بوتوكس، الستات يحقنوه في عضلات الفيس، فيس ماسلز عشان تريلاكس، جرعة صغيرة كده ما تعملش تسمم، تشيل فقط عضلات الايه الفيس الوجه، فتمنع الرينكلز التجاعيد، فتبدو الست اكثر نضارة واكثر شبابا. او لو شخص عنده سبازم في الاسوفيجيال سفينكتر مش عارف يبلع، سموه اكاليزيا اسوفيجيال سفينكتر، نحقن له جرعة صغيرة من البوتوليزم توكسين تشيل عضلة الاسوفيجس، فالاكل اللي بينزل يدخل المعدة كويس. يبقى ده السؤال الثامن والاخير اللي هو factors affecting synaptic transmission. يبقى مش عايدهم غير العناوين، يبقى نتكلم composition و drugs و diseases. composition خدنا اربع حاجات بحرف الاتش، خلاص. الدراجز خدنا ثلاثة، الديزيز اثنين، يبقى حتى حلوه في الحفظ يا اولاد، اديني بقى ليه عدتها عشان تعرف تحفظها. الاكسترا سيلف فلويد هيتغير فيه اربعه كلهم بحرف الاتش، الهيدروجين اينز، هايبوكسيا، هايبوغلايسيميا، هايبوكالسيميا، يبقى الاربعه بالاتش بابداء اللي هم الانترنال فايرمنت. ثلاث مجموعات من الدراجز، دراجز تنشطك اهمهم الكافيينز، دراج تخليك تنام خالص هيبنوتيك او تتخدر انستيكس او الانجيزيك، اتكلمنا على الاستريكنين اللي هو بتاع سباق الاحصنه. وتو ديزيزز، تو نيوروتوكسينز، تيتانس توكسينز اللي هو بيمنع الانهيبيشن فيعمل سبازم في المصل، سباستيك باراليس، بينما البوتوليزم بيمنع الاستايل كولين اللي هو بيشغل عضلات السكيت المصل فيحصل فلاسيد باراليس. وده ليه بريفنشن انما ده ليه علاج، وقلنا استخدامه البوتوكس الستات في الوجه وفي اللي عندهم باراليسيس في الاسوفجيال سفينكتر. طيب كده انا عارف ان معظم الجامعات خلصت، انما انا هقولها لاني عاوز اخلص سينابس سينابتك بلاستيستي اللي يحب يتابعها معنا، واحد من الطف الاشياء، هقولها في عجالة كده للناس بتوع كندا وبتوع اليو اس وبعض الجامعات اللي بتاخدها عندنا العربية. قلت يا اولاد السينابتك بلاستيستي اللي هي الكاركتر الرابعة، كنا قلنا يوني دايركشن ديلي فاتيج، واخر حاجة كانت سينابتك بلاستيستي. قلت الأول
سينابتيك بلاستيستي في الديفينيشن ثلاث كلمات الاول، انه هي الابيليتي تو تشينج، قلت بلاستيك تشينج سينابتيك ترانسميشن حسب احتياجي اكوردنج تو ديماندز بيزد على باست اكسبيرينس، على خبره مسبقه. وقلت ان انا اتوقع انا بتشينج ايه المده، ففي عندي شورت تيرم وفي عندي لونج تيرم، ممكن اقصر مده وممكن اطول مده، وكل ينقسم مفروض الى نوعين، يزود الامبليتيود بتاع السينابتيك ترانسميشن يا اما قلله. يبقى مفروض تيبيكالي عندي اربع حاجات، بس نشوف في واحده زياده. وما عشقت مثل عشق النظام. في كل نوع من الاربعه الاساسيين، بس هم خمسه، هنتكلم على اربع نقاط. انتهى النظام، هتشوف دلوقتي اهو. هتكلم ايه نوع الاستيمولس اللي بيحصل اللي في البري سينابتيك، وايه الريسبونس اللي حصل في البوست سينابتيك نيرون، وبعد النقطه الثالثه الايونيك بيزس، والنقطه الرابعه الامبورتنس. فاقولهم في عجاله. ابتدي بالشورت تيرم، وقلت دي من اهم الخصائص في 1966 لسه عارفينها، حاجات يعني سبحان الله في خلقه. اول حاجه هناخد شورت تيرم انهيبيشن، سموها هابيتويشن تعود. انا هبتدي بالامبورتنس اللي هي النقطه الاخيره عشان خاطر تحب الموضوع، اللي هو نحن نتعود على الضوضاء. يعني نروح لواحد صديقي ساكن جنب محطة قطر، هو راسب لك قطر، فقول له انت ازاي بتنامه؟ يقول لي انت لو قعدت معانا، شوف هو بيتكلم فيسيولوجي، هيحصل لك هابيتويشن تعود، هتنام عادي خالص مع اصوات القطارات. ودي من رائع الخلق ان ربنا انسان يعني جبر على انه يقعد حته فيها ضوضاء ومع ذلك بيتعود عليها. التعود، تعال نشوف. حب النظام جدا. يبقى كل نوع هتكلم عليه في اربع نقاط. ايه الاستيمولس هنا اللي جه للبري؟ الضوضاء، اللي هي عباره عن ايه الضوضاء دي؟ حاجه متكرره ريبيتد بيناين ستيمولاي او نيوترال، يعني 100% الضوضاء دي ما بتعورنيش، لازم تبقى بيناين، حاجه مش خبيثه، حاجه حميده، بيناين ومتكرره. يبقى الاستيمولس بيناين اور نيوترال، نيوترال يعني متعادل ومتكرر. طب ايه الريسبونس؟ ان انا ما بقتش استجيب للضوضاء، بنام زي الفل. ان البوست سينابتيك نيرون حصل فيها جراديوال لوس اوف ريسبونس. طب ايه الايونيك بيز؟ انت متوقعها بطل ليه يشتغل البوست سينابتيك نيرون؟ لانه ما بيطلعش كيميكال ترانسميتر، حصل ان اكتيفيشن للكالسيوم شانلز. الكالسيوم شانل اللي بتدخل كالسيوم وتطلع كيميكال ترانسميتر بيحصل لها ان اكتيفيشن، فقل الكالسيوم اللي بيدخل في البري سينابتيك نيرون، فقل الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر. والنقطه الرابعه الامبورتنس النويزز. شفت النظام جميل ازاي؟ ان مش نقعد نقول فقرات والطالب مش قادر يتابع. يبقى الاستيمولس ضوضاء متكرر ريبيتد لكنه غير مؤذي، بيناين اور نيوترال. طب الريسبونس تعودت عليه، البوست سينابتيك نيرون حصل جراديوال لوس في الريسبونس بسبب ان الكالسيوم شانل حصل لها ان اكتيفيشن للايونيك بيس، فمفيش كالسيوم بيدخل، مش كيميكال ترانسميتر بتطلع، والامبورتنس الضوضاء. طيب نيجي النوع الثاني بقى، بوست تيتانيك بوتنشيشن، دي برضو نوع من انواع الشورت تيرم. قال لك لما لو اديت ايه الاستيمولس، لو اديت للبري سينابتيك نيرون رابيد ريبيتد تيتانايزنج ستيمولاي، بريف يعني قصير، تيتانايزنج يعني متكرر. هنا لازم اشرح لك حته عشان تفهم. تعبير تيتينايزنج هنا تعبير مجازي، يعني لو انا كنت اديت هذا الاستيمولس لعضله وانا ما فيش عضله هنا خالص، كان هيحصل لها تيتاني. استيمولس معدله يعمل في العضلات تيتاني، فعشان كده سموه تيتينايزنج ستيمولاي. انما هنا لا يوجد على الاطلاق في الرسمه اي عضله، ده بيقول لك معدل يعمل تيتاني في العضلات، ده معنى تيتينايزنج ستيمولاي لمده قصيره، بريف تيتينايزنج ستيمولاي، ثم توقف. ثاني ستوبج. طب وقف، مفروض البوست سينابتيك نيرون تقف. لا، البوست سينابتيك نيرون هو توقف الاستيمولس بس الريسبونس لم يتوقف. الريسبونس في البوست سينابتيك كونتينيوس تو ديسشارج لفيو سكندز اور مينيتس افتر ستوبج اوف ذا تيتينايزنج ستيمولاي. يعني اديت تيتينايزنج ستيمولاي للبري، وقفت البوست
continues to discharge لمدة seconds or minutes after. طب ايه الفكرة؟ ليه؟ يعني انت متوقع يبقى 100% ترانسميتر بيطلع، لانه انت كل ما بتدي ستيمولس بيدخل كالسيوم، بتدي ستيمولس يدخل كالسيوم، الكالسيوم ما بيلحقش يطلع، الكالسيوم بامب ويك، فالكالسيوم اللي بيدخل مع التيتانايزنج ستيمولاي ما بيطلعش بنفس المعدل، فبيتجمع جوه البري سينابتيك نوب، فيعمل مور ريليس، مور ريليس للكيميكال ترانسميتر. هناك كان الريليس قال له، هنا مور ريليس، ده الاونيك بيزيس. طب ايه المثال بقى؟ الاميديات ميموري، ذاكرة اللحظية. لما اجي للسيكولوجي واجي الحصة في سي ان اس اقول ان الذاكرة ثلاث انواع يا بابا، في اميديات وفي شورت تيرم ميموري وفي لونج تيرم ميموري. هندرس اثنين منهم دلوقتي، لونج تيرم ندرسها في الاخر. ده الميكانيزم بتاع الاميديات ميموري. انا عشان تحب الموضوع، لن تقوم قائمة للحياة بدون الاميديات ميموري. ما اقدرش اعمل اي حاجه في الدنيا لو ما عنديش اميديات ميموري، اللي هي بتحصل بالبوست تانيك فاسيليتيشن. وهدي مثالين، مساله وجمله، عشان تفهم يعني ايه اميديات ميموري. دلوقتي انا هقول لك 2 زائد 3 تساوي، انت حلتها 5. خد بالك، تخيل الاثنين ده ستيمولس 2 وبيقعد مده، لانه طبعا انا بقول 2، احنا الاستيمولس عندنا ربنا حسابه بالملي سكند، انا ما بقول 2 خد ثانيتين مثلا، يعني 4 يعني 2000 ملي سكند، يعني 2، فانت ابقتها مع انها الاستيمولس خلص، زائد ابقتها 3 ابقتها تساوي ابقتها. لو ما ابقتش الاثنين وزائد وثلاثة وتساوي، مش هتقول النتيجه 5. تخيل انا قلت 2 خلاص، انا وقفت على 2، انت نسيت الرقم الاولاني، ونسيت ان انا قلت زائد، ونسيت ان انا قلت 3، ونسيت ان انا قلت يساوي. مش ممكن نعيش من غير immediate memory، من غير post tonic potentiation. تعالى في الجمل، وانا بدي مثال سهل، ياكل هاني الطعام، فعل وفاعل وايه ومفعول به. فعشان تفهم الجملة، أنا قلت يأكل، خدت ثانيتين، هاني وسكت، بس أنت أبقتها في ميموري الطعام، فبقت الجملة في ذهنك يأكل هاني الطعام. يبقى الإميديات ميموري قائمة على أن الاستيمولس الأولاني اللي بتاخده بيقعد متأثر بيه البوست سينابتيك لفترة برغم انقضائه. أنا أديت الاستيمولس هاني وسكت، بريف تيتانايزنج، لكن البوست سينابتيك كونتينيو تو ديسشارج، عندها المعلومه لسه، بحيث بتجمع دي على دي على دي تفهم الجمله. شيء رائع. تخيل لو الاستيمولس توقف في البري، الريسبونس توقف في البوست سينابتيك، يا نهار اسود. وطبعا الموضوع اعقد من ذلك، انا قلتها في جمله بسيطه، انت بتقرا الجورنال، بتقرا فقره بقى، ولازم تبقى عشان تطلع بمضمون الفقره. الاميديات ميموري دي لازمه للحياه. طيب نيجي النوع الثالث في الشورت تيرم والاخير، سنسيتايزيشن. فاكر اللي خدناها مع البري سينابتيك فاسيليتيشن، سنسيتايزيشن برضو. هقول المثال هنا من الاول وبرسمه لك رسومات لطيفه قوي. عندنا مثال يقول لك اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. يعني انت ابقيت شورت تيرم ميموري بقى هنا، مش ايميديت، انك انت اول امبارح اتلسعت من الشوربه، فبقيت يومين ثلاثه كل ما تقبل على سائل تشربه تبقى خايف ليكون سخن يتلسع، يبقى دي شورت تيرم ميموري. انت فاهم بنتكلم ازاي يا اولاد؟ ما عشقت مثل عشق النظام، الاستيمولس للبري، الريسبونس في البوست، الايونيك بيزس نمره 3، والاكزامبل نمره 4. ما بغيرش ما عشقت مثل عشق النظام. ايه الاستيمولس هنا؟ شوربه. حتى شوف الامثله بتخلي السي ان اس لطيف وسهل. هو بس اللي مصعب المحاضره ان انا في المراجعه يا اولاد لازم اخد محاضرات كتيره، لان ده كراش كورس. الشوربه دي حاجه بناين، جميله الشوربه، جميله بناين حميده حلوه، مين ما يحب الشوربه؟
طب وايه اللي وحش؟ انها سخنه، نوكس يعني مؤلم. يبقى الاستيمولس تزامل فيه شيئان، ان هو بيناين شوربه وانها سخنه نوكس، يبقى تزامل ستيمولس بيناين الا وهو الشوربه مع ستيمولس سيء اللي هي السخونه بتاعت الشوربه. فحصل ايه بقى؟ ان انا البوست ادابتك بعد ما اتلسعت مره قعدت بقى البوست ادابتك في حاله تحفز، برونجد اوجمنتد ريسبونس، يعني الاستجابه بتاعته طويله لمده ايام او ساعات، بعديها اي مشروب داخل عليه خايف اشربه. برونجد اوجمنتد يعني مزاد ريسبونس. طب ايه التفسير الاونيك بيزيس؟ بري سينابتيك فاسيليتيشن، نرجع لها. فاكر السيروتونين شغل الجي بروتين، طلع سايكل ام بي سكند ماسنجر، يشغل كاينيز انزيم بروتين كاينيز ايه، يعمل فوسفوريشن بوتاسيوم شانل يقفلها، يؤدي الى ديبولاريزيشن، يدخل الكالسيوم يطلع مور كيميكال ترانسميت. اهي بري سينابتيك فاسيليتيشن هي اللي بتعمل سينثيزيشن. المهم فين بقى؟ في الشورت تيرم ميموري. يبقى ليه هنا خدنا في الشورت تيرم ميموري مثالين للزياده؟ مثال للاميديت ميموري اللي هو البوست تانيك بوتنشيشن، ومثال للشورت تيرم ميموري اللي هو السنسيتايزيشن، بقت عندي حساسيه سنسيتايزيشن للحاجه السخنه. طب نيجي بقى اخر حاجه لونج تيرم ميموري ونقفل بكده. حضره معتبره اهي. لونج تيرم اللونج تيرم يبقى لو ما فهمتهاش مع العبد الله عمرك ما تفهم. لونج تيرم بوتنشيشن ولونج تيرم ديبريشن، يبقى الاثنين لونج تيرم، بوتنشيشن عن تقويه وديبريشن يعني انهيبيشن. قلت اول دراسه عملها لومو وبليس في 1966 عملوها على اللونج تيرم بوتنشيشن ده، والدراسة كانت في أرنب في الهيبوكامبس. هيبوكامبس اللي هي معناها حصان البحر، حاجة زي شكل حصان البحر الصغير ده اللي هو حتى يسموه حصين. هنا بقى اللونج تيرم بوتنشيشن يعني البوتنشيشن ممكن يقعد minutes hours days or even more سنين. ليه؟ عشان ما تعقدش من الرسمة دي أنا هلخصها لك الأول عشان تدخل عليها وأنت يعني مرتاح نفسيا. في تقويه افقيه يعني تو ريسبتور على البوست سينابتيك بيقووا بعض، بوست فيدباك ده يقوي ده وده يقوي ده، الامبا يقوي النمدا والنمدا يقوي الامبا. ولاول مره اشوف اعجاز الهي ان البوست سينابتيك يقوي البري والبري يقوي البوست، يعني البري طلع جلوتاميت اللي هو اكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر، قلنا جلوتاميت والاسبارتيت، هنا في جلوتاميت. فاسمع انت خد بالك فتح ودانك لاول مره ناخد ان البوست بيطلع ترانسميتر، احنا عارفين ترانسميتر بتطلع من بري، يطلع ترانسميتر اسمه ناتريك اوكسايد، حتى هنا في عجوبه تانية انه غاز، يعني هل في كيميكال ترانسميتر غاز في الجسم؟ اه بتاع اللونج تيرم بوتنشيشن ناتريك اوكسايد، والعجوبه التانية انه طالع من البوست يطلع مور جلوتاميت. فانا بلخصها لك الاول عشان ما تتخضش ان هناك تقويه افقيه وتقويه راسيه. الامبا ينشط النمده والنمده ينشط الامبا ريسبتور. شاطوا بعض. بوست فيدباك مشغال. وتقويه راسيه الجلوتاميت بتاع البري يطلع ناتريك اوكسايد من البوست، يطلع مور جلوتاميت من البري يطلع مور ناتريك اوكسايد من البوست، تقويه راسيه. عشان كده بتنتهي بلونج تيرم بوتنشيشن. الاول الامبا والنمدا دول يا اولاد دول ايونوتروبيك ريسبتورز. الاختصار ما عليكش، انما يعني اذا حبيت اقوله لك ارجع المحاضرات الاساسيه، لكن انا اقوله لك. الامبا ده اختصار ادينوزين مونو فوسفيت ادينيليت، انما انت تعرفه امبا. والنمدا ده اختصار ان ميثايل داي اسبارتيت نمدا. طب واحد يقول لي حفظها لنا بطريقه حلوه كده فكاهيه عشان نفتكرها. انا بقول واحد نام واحد قام، يعني بطريقه فيها مزاح. نمدا وامبا، بس بدل ام ده تقول امبا، نمدا وامبا، يبقى حلوه كده. يبقى نمدا نمدا وامبا، نمدا وامبا عشان تفتكرها. طيب
دول ايونوتروبيك ريسبتور بيشتغلوا باكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر اللي هو قلنا جلوتاميت، يبقى هيدخلوا يا صوديوم يا كالسيوم. الامبا بيدخل صوديوم والنمدة بيدخل كالسيوم. هنا الطالب يقول لي ممكن الخبطه، اقول له لا انا كل حاجه واخد بالي منها، الطالبه في حته معقده جدا. فبقول له بص الان مش مع الان، النمدة بيدخل كالسيوم، الامبا هو اللي بيدخل صوديوم. طريقه تانية لطيفه، انت في الحروف الابجديه يا اولاد بتبتدي بمين؟ حرف الاي يسبق الان، فابتدي بالامبا. طب مين الاسرع؟ الصوديوم. يبقى الامبا قبل النمده والاسرع الصوديوم قبل الكالسيوم. فالامبا يدخل صوديوم، شوف بقى ايه اللي هيحصل. فلما الامبا يدخل صوديوم يحصل ديبولاريزيشن. خلاص طيب تعال نشوف بقى ديبولاريزيشن ده يعمل ايه لما يدخل. احنا بدانا بال، قلنا بالامبا دخل صوديوم عمل ديبولاريزيشن، شال المغنيسيوم انهيبيشن من على النمده. مغنيسيوم كان مانع الكالسيوم انه يدخل لان هما اتنين بوزيتيف، فهو بلوك المغنيسيوم انهيبيشن، فالنمده دخل كالسيوم. طب شوف بقى الكالسيوم لما دخل، هتحضرها في محاضره الاندوكراين، الكالسيوم مش ناشط، عشان يتنشط يتحد مع بروتين يموديليت الكالسيوم، فاسمه كالسيوم موديليتنج بروتين، او اسمه كال موديولين. اي ان يعني بروتين بيموديليت الكالسيوم، يتحد الكالسيوم مع الكالموديولين يدوا مركب اسمه كالموديولين ينشط كاينيز 2 ريسبتور. وانت حافظ بقى كاينيز 2 ده بيعمل ايه؟ كاينيز يعني يحرك فوسفيت جروب، فيفوسفوريليت الامبا ريسبتور ينشطه بالفوسفوريليشن. ده مش بس بينشط الاكتيفيتي وبيزود الكوانتيتي كمان، مش بس الكواليتي انه يبقى اكثر نشاطا، والكوانتيتي يحرك مور امبا to the receptor site. يبقى الامبا نشط النمده والنمده نشط الامبا. طب ازاي؟ نقولها تاني. هتبتدي بمين الاول؟ امبا ونمده دول الاثنين سؤال ام اس كيو، الاثنين ايونوتروبيك ريسبتورز يعني بيحركوا ايونز. طيب هتبتدي مين اسرع؟ الصوديوم. وتبتدي بحرف الايه؟ الامبا يدخل صوديوم. ستيب 1 يلا احفظ معايا بقى ولاد بطريقه سهله. الامبا دخل الصوديوم يبقى عمل ديبولاريزيشن. تمام، هذا الديبولاريزيشن ثواني يا ولاد، سوري فور ذات. نكمل يا اولاد، خلاص قربنا نخلص. يبقى تاني، يبقى اول حاجه انه في اللونج تيرم بوتنشيشن عندي الترانسميتر جلوتاميت ده اكسيتاتري. طب الريسبتور عندي تو ريسبتور ايونوتروبيك ريسبتورز يعني سرعة جدا بيشتغلوا. الامبا الاولاني بيشتغل بالاول هو الصوديوم الاسرع، والنمده يشتغل بالكالسيوم. امبا ونمده، النمده دخل الصوديوم خطوه اولى، عمل ديبولاريزيشن خطوه ثانيه، شال المغنيسيوم انهيبيشن من النمده خطوه ثالثه، فدخل الكالسيوم خطوه رابعه. يبقى الامبا نشط النمده لانه شال المغنيسيوم انهيبيشن. طب ازاي الكالسيوم هينشط الامبا؟ قلنا الكالسيوم لوحده ما ينفعش، هيتحد مع كالموديولين يدي كالسيوم كالموديولين كومبلكس، يشغل كاينيز انزيم يعمل فوسفوريليشن للامبا، يبقى نشطه ككواليتي، وفي نفس الوقت يزود عدد الامبا ريسبتورز عند البوست سينابتيك سيرفيس هنا عند الثيكنين. يبقى شوف بوست فيدباك، يبقى الامبا بينشط النمده بانه يشيل المغنيسيوم انهيبيشن، والنمده دخل كالسيوم مع الكالسيوم كلين مع كاينيز يحط له فوسفيت جروب ينشطه ويزود عدد الامبا ريسبتور. ده زائد ايه يا اولاد؟ زائد ان الجلوتاميت بيطلع ناتريك اوكسايد من البوست
والنات القصيدي طلع جلوتاميت اكتر، يعني التنشيط افقيا وراسيا. بدون هذه الطريقه عمرك ما تحفظ. واحد من اصعب المواضيع انه التنشيط الافقي، الامبا بينشط النمده والنمده نشط الامبا. قلنا الامبا بينشط النمده عن طريق ان الصوديوم بيعمل ديبولاريزيشن يشيل المغنيسيوم انهيبيشن. طب والكالسيوم بتاع النمده بينشط الامبا عن طريق انه يتحد مع كالمدولين ينشط كانيز انزيم يعمله فوسفوريشن ويزود عدده. ده التنشيط الافقي. ثم تنشيط الراسي جلوتاميت اللي هو اكسيتاتور ترانسميتر يطلع مور نيتريك اوكسايد، والنيتريك اوكسايد يطلع مور جلوتاميت. تنشيط افقي وراسي ما بين الامبا والنمده افقي، ما بين الجلوتاميت والنيتريك اوكسايد راسي، بيخلي الموضوع يصل لمده طويله جدا. ثم اخر حاجه بقى، طب اللونج تيرم ديبريشن، قال لك نفس الميكانيزم ده بالظبط، بس الريموفال اوف ماجنيسيوم بلوك واز انسفيشنت. نفس الميكانيزم بس ما قدرناش نشيل المغنيسيوم انهيبيشن. ليه؟ لان الديبولاريزيشن اللي حصل هنا كان بلو ثريشولد، بلو 20 ملي اكويفالنت، يعني ملي فولت، بلو 20 ملي فولت لن يستطيع عمل بارشال ريموفال للمغنيسيوم، فوقفت العمليه. يبقى اللونج تيرم ديبريشن هو نفس الميكانيزم بتاع اللونج تيرم بوتنشيشن، بس ويز ليس ديبولاريزيشن ادى الى ليس ريموفال اوف ماجنيسيوم بلوك، ويحدث عند الهيبو كامبس. في سؤال بقى في الام اس كيو مهم جدا، انه امبورتنت نوت، خدنا في الشورت تيرم البوست تانيك بوتنشيشن، ده الكالسيوم بيزيد في البري سينابتيك نيورون هناك، يبقى ارجع. بينما في اللونج تيرم بوتنشيشن الكالسيوم بيزيد في البوست سينابتيك نيورون. ده واحد من اصعب الاسئله، ان في اتنين بوتنشيشن، بوست تانيك اللي هو خدناها في الميديات ميموري كان الكالسيوم بيزيد في البري سينابتيك، اللونج تيرم بوتنشيشن الكالسيوم بيزيد في البوست سينابتيك. ده يا اولاد كده اللي هو السينابتيك بلاستيستي. هقولها تاني في عجاله، العناوين الاساسيه نبقى عارفينها. بلاستيستي معناها ان من عجائب الخلق والخالق ان السينابس يقدر يغير تشينج ان سينابتيك ترانسميشن حسب الديماندز الاحتياج according to past experience. التشينج ده ممكن يبقى هنقصر شورت تيرم او نطول لونج تيرم، وايهما ينقسم الى بوتنشيشن او انهيبيشن. وان كان في الشورت تيرم خدنا حاجتين، مره سنسيتايزيشن اللي هو بوتنشيشن، ومره خدنا بوست تانيك بوتنشيشن. خلاص هتتكلم في كل واحد على كام نقطه اساسيه في الشورت، على اربعه. هتتكلم على الستيمولس للبري سينابتيك نيورون، الريسبونس في البوست سينابتيك نيورون، ثلاثه الايونيك بيزس، واربعه الامبورتنس. اما اللونج تيرم بوتنشيشن بريشر واحد من اصعب المواضيع يا اولاد، فكان التنشيط قلت افقي ما بين الامبا والنمده، وابتدي بالايه، الامبا يدخل صوديوم، الصوديوم اسرع فيدخل بطريق الامبا يعمل ديبولاريزيشن يشيل المغنيسيوم انهيبيشن من على النمده، فيدخل الكالسيوم على الكالسيوم كالمودولين يشغل الكينيز يعمل فوسفوريليشن للامبا، ده ينشط ده وده ينشط ده، حاجه افقيه. ثم تنشيط راسي لاول مره، نشوف البوست سينابتيك بيطلع ترانسميتر نيتريك اوكسايد حتى غاز ثاني عجوبه، يبقى الجلوتاميت اللي هو اكسيتاتور كيميكال ترانسميتر يشغل ال طلع نيتريك اوكسايد، والنيتريك اوكسايد طلع مور جلوتاميت. ولا تنسى ان نوع الريسبتور دي كانوا ايونوتروبيك، يعني هم ريسبتور وفيهم شانل، يسموهم شانل لينكد ريسبتور. اهي لو بصيت عليه شانل اهي ولينكد ريسبتور، حتى انا ارسم لك الجلوتاميت بحيث شكله ممكن يتحد مع الامبا، والجلوتاميت ممكن يتحد مع النمده، يعني هنا مثلث يتحد مع النمده وهنا مربع يتحد مع الامبا. فهم ده واحد من اصعب المواضيع ده. انا اطلت عليكم وانا عارف، بس دي هتبقى اطول محاضره. سي ان اس يا اولاد ده اعقد الاجهزه، يعني اي دونت هاف تو سي ده، انت عارف ان السنترال نيرفس سيستم ده اولا هو الاساس لامراض العصبيه والنفسيه، وهو الاساس للناس اللي هتشتغل جراحه مخ واعصاب. وبقول يوجد قليلون فاهمين تماما السي ان اس، ولكن هؤلاء القليلون اللي فاهمين السي ان اس فاهمين اكثر اننا لم ندرك منه الا النذر القليل، لاننا لم نؤتى من العلم الا قليلا. مهما تصور الناس اللي هم بقول عددهم قليل اللي فاهمين كويس قوي السي ان اس، هم اكثر الناس والعبد منهم ادراكا اننا لا ندرك شيء
لان لم نؤتى من العين. احنا لسه على شاطئ السي ان اس برغم كل المعلومات المفزعه دي اللي بناخدها. والغريب ان الاغلبيه بيتصوروا ان هم عارفين كلمتين على القد، بيتصوروا ان هم خلاص كده يعني اباطره في السنترال نيرفس سيستم. نحن في كل الاجهزه وخاصه في السنترال اننا لا ندرك، ندرك القليل جدا. اشكركم على حسن انصاتكم وعلى وقتكم، واتمنى اكون افدتكم في واحد من اطول واصعب المحاضرات انا عارف، لكن هي دي كانت اول واحده، مش هتبقى بالطول ده، بقيت كراش كورس ان عاوز اخد السنترال نيرفس سيستم في عدد محدود من المحاضرات. وحتى القاكم اتمنى لكم التوفيق، ونلتقي باذن الله الاسبوع القادم اذا كان باذن الله في العمر والصحه بقيه. شكرا، سلام.